زينا شوية من القرف شوية هو ما كتبش أنا إيه كده أنا هناخد يعني نتكلم عن ناس كاتبة ناس جايبة مش مشكلة مش مهم الكتاب خليك تركز معايا ناخد شوية هيماتولوجي كده إيه يعني روزيكس هيماتولوجي ده يعتبر من أسهل البرانشات البطن ولا مش انتوا عندكم أكيد خليك أعمل شوية صح وهو برانش صغير ومضمون وكل المواضيع بتاعته شبيهه ببعض احنا بس بنعرف فروقات عن بعض وخلاص كل الامراض بتاعته على فكره وعلى فكره عندكم في الزازي حالات كتير وما تقولوش انتوا ممكن ما تكونوش شفتوا كتير في الكليه بس عندكم حالات كتير احنا معظم الحالات اللي عندنا في القاهره مش الشرقيه اللي هي بتيجي تشتغل عندنا في امتحانات القاهره او في كورسات القاهره فعشان كده لازم يكون عندكم خلفيه عنه عشان عندكم حالات كتير اول حاجه في الروماتولوجي عايزين نتكلم عن ازاي نتكلم عن اي موضوع روماتولوجي فيه قواعد كده بنمشي عليها. القواعد دي هتلاقيها مكتوبه في كل كتب النظر او بنقول عليها الاسكيم اللي بنمشي عليها. وكل الامراض شبيهه ببعض بس بيفرقوا عن بعض في حاجات بسيطه. الفايندنج بس سواء كلينيكال او فايندنج في الانفستيجيشن او حاجات بسيطه في الايه؟ في التريتمنت انما معظم الحاجات شبه بعض. اول حاجه هنتكلم عليها الديفينيشن. لو هنقدر نتكلم على اي ديفينيشن لاي مرض لاي مرض بس نذكر شويه حاجات اول حاجه بيبقى كونكتيف تيشو ديسوردر او ممكن نقول انفلامات ديسوردر كاركترايزد باي ارتيكولار روماتولوجي ارتيكولار مانيفستيشن و اكس ارتيكولار مانيفستيشن ارتيكولار و اكس ارتيكولار طيب في بعض الامراض بيكون الاساس فيها ان الجوينت افكشن يبقى نكتب ارتيكولار الاول وفي امراض بتكون اكس ارتيكولار الاول كلمه اكس ارتيكولار الاول لما نيجي نتكلم عن الكلينيكال بيكشر هنتكلم عن الارتيكولار الاول او الاكس ارتيكولار الاول على حسب المرض يعني على سبيل المثال لو احنا هنتكلم عن روماتويد ارثرايتس ده بيأثر على الجوينتس لو اتكلمنا عن انكيلوزن مزبوندايس ده بيأثر على الجوينتس اكتر انما لو اتكلمنا عن السيستم لوبس ده بيأثر على الجسم اكتر فنتكلم عن الحاجات بتاعته اكتر لو نقول الديفينيشن تايب اوف كونكتيف تيشو ديسوردر او كونكتيف تيشو ديسوردر كاركترايزد باي ارتيكولار اند اكس ارتيكولار غالبا بيكون اوتو هرمون فممكن نقول في الديفينيشن موست بروبابلي اوتو هرمون وممكن نسيبها لما نيجي نتكلم عن الايتيولوجي بالنسبه للارتيكولار اكس ارتيكولار لو هي في حاجه بتميزه نكتبها يعني احنا بنعمل ديفينيشن دي روماتويد ارثرايتس هنقول ان هو كاركترايز باي ارتيكولار مانيفستيشن نقول باي لاترال وسيمتريكال افكتنج مين سمول جوينتس لو احنا بنتكلم على انكلوزن وسبوندلايتس نقول مين ان اكزا جوينت ستارتنج ان ساكرويليار جوينت دي مواصفات خاصه يعني ماشي لو في مرض بيعمل مونو ارثرايتس افكشن وان افكشن لوان جوينت وهكذا فلو في حاجه سبيسيفيك انت لو احنا حتى كتبنا ديفينيشن ارتيكولار اكس ارتيكولار بس ما يعتبرش طيب بالنسبه لكلمه ايتيولوجي حتى هذه اللحظه دكاتره الامراض بتاعت الروماتولوجي دي احنا مش متاكدين 100% هي سببها ايه فعندنا ليها نظريات كتير وكل نظريه فيها حاجه بتدل عليها والزمن بيتغير وكل مره بنكتشف جديد دكاتره كتير من الدكاتره الكبار بتوعنا اساتذتنا في الروماتولوجي او في المناعه بيقولوا ان بعد فتره هنكتشف ان كل الامراض الروماتولوجي دي مش سببها ولا اوتوميون ولا انتي بوديز ولا الكلام ده سبب المشكله كلها في الاول بيبتدي ايه فيروس فيروس انفكشن صح معظم الحاجات دي هنكتشف فيما بعد انها بتبتدي فيروس انفكشن طب احنا ليه دلوقتي مش بنقول عليها فيروس انفكشن لان احنا مش عارفين الفيروس ده نوعه ايه في فيروسات نقول احنا ما نعرفهاش احنا كل فتره بنكتشف حاجات جديده زي الهيباتايتس احنا في يوم من الايام ما كناش عارفين حاجه اسمها هيباتايتس كان اي حاجه بتحصل في الليفر نقول ده من هرزيزيس اي حاجه بتحصل في الليفر نقول ده من هرزيزيس الكحوليك توكسيك مش عارف ايه لحد ما اكتشفنا ان كل البلاوي دي سببها فيروس واحنا ما كناش عارفين هي نفس الفكره بس حتى هذه اللحظة احنا لسه بنقول ان المشكلة اوتوميون. طيب ايه اللي يخلينا نقول او ايه اللي يمشي مع ان هي اوتوميون؟ ايه الحاجة اللي تدل ان هي اوتوميون؟ ان هي بتيجي في الفيميل معظم الامراض يعني بتيجي في الفيميل اكتر. حتى الامراض اللي هي مش بتيجي في الفيميل اكتر ليها سبب يخليها ما تجيش في الفيميل، يعني حاجة كده تخليها في الفيميل اكتر، يعني احنا هنستغرب لما نيجي نتكلم على اي مرض نلاقيه في الرجالة اكتر، نسأل نفسنا طب هو ليه المرض ده في الرجالة اكتر؟ غالبا بيكون ليه سبب. بس معظمهم بيكون في الستات اكتر يبقى دي حاجه تدل على ان هو ايه اوتوميون مور انفيميل اكتر من الاوتوميون حاجه ثانيه تخلينا نقول ان هو اوتوميون ان هو بيكون اسوشيتد اي مرض معظم الامراض بيكون مع اوتوميون ديزيز ثاني يعني تلاقي البيشنت اللي عندها سيستم لوبس عندها اوتوميون هيباتايتس فاكرين اوتوميون هيباتايتس مثلا فاكرين خدنا مرض كده اسمه اوتوميون هيباتايتس كان ليه ثلاث انواع تايب 1 وتايب 2 اي وتايب 2 بي فاكرين تايب 1 كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ غير ان هو تايب 1 كان اسمه لوبويا ما علينا من الاسم جاي من لوبس الماركر بتاعه كان اسمه ايه؟ انا اول واحد
واحد كان اسمه انا، وانا ده موجود في 99% ولا 98% من حالات اللوبس، عشان كده في اسوشيشن. في حالات كتير قوي، واحد عنده موضوع الارثرايتس وده عنده اوتو ميون ديزيز في السكين في تيليو، واحد عنده مرض مناعي وتلاقي عنده سايلودايتس اوتو ميون سايلودايتس، فدي اسوشيشن، دايما في اسوشيشن، فدي تخلينا نقول ان هو اوتو ميون. الكلام ده بينطبق على كل الامراض اللي هتبقى، مش بتكلم عن مرض معين دلوقتي. انت بتاعك على انا لكم سلامي؟ يبقى انت ما حضرتش يوم؟ ايه؟ والله انا كان انا كنت في غفوه. طب ايه؟ في عصر ده في مصر طبعا. وانت عم سمعت مش كنت كل حفله والناس كلها معزومه، مش كان في يوم انت ما جبتش فيه عشان كده؟ طب ايه بقى؟ كان بمناسبه ايه طيب؟ بس يعني بعد بعد الجامعة أول طبعا جاز بستة يومية يعني، فلهم أنا فكرت بقى يعني حدث يعني حدث كبير يعني. لا مش حدث. طب لو في أي حدث بعد كده مش تقولي ستة، أنا كأني سبعة. أول حاجة أنا جات لي أوتوميون، اللي خلينا نقول إن هي أوتوميون مور إن فيميل، ودايما بنيجي في السن دايما بتاعت في الميدل إيدج، وبيكون معاها أسوشيشن أوتوميون ديزيز. عندنا نظرية تانية تقول إن هي حاجة جديدة. ايه اللي يخلينا نشك ان اي مرض جينيتك اللي هو يكون في بوست فاميلي هيستوري، يكون في بوست فاميلي هيستوري يبقى في حاجه جينيتك، ما دام هي حصلت في نفس العيله. حاجه ثانيه ان في حالات كتير جدا بيكون معاهم حاجه اسمها هاله اسوشيشن. عارفين هاله دي طبعا اختصار ايه؟ تمام؟ ففي ناس كتير بيكون عندهم نفس الهاله، يكون عندهم نفس الهاله يبقى دي حاجه جينيتك، يبقى الموضوع ايه؟ في جينيتك فاكتور. بعض الناس بعض الامراض لقوها ان لو واحد توأم اثنين توأم يعني شخصين توأم ايدنتيكال فعندهم نفس المشكله، ايه اللي يخلي عندهم هم الاثنين نفس المشكله؟ اكيد جينيتك فاكتور. في امراض اخرى قال لك لا ده ولا جينيتك ولا اوتوميون، ده انفايرمنتال. يعني حاجه بقى في البيئه، الحاجه اللي في البيئه دي ممكن نعتبرها هي الفيرال انفكشن مثلا، تعرض لفيرال انفكشن هو السبب. وفي ممكن يكون فيزيكال ايريتيشن، واحد تعرض لحاجه فيزيكال او فيرال انفكشن. فيرال انفكشن كان جاله فيروس والفيروس ده عمل انتي بودي، والانتي بودي هو اللي عمل لي بقى كل المشاكل اللي حصلت في الجسم. دي نظريه. نظريه ثانيه لان هم فعلا لو في حاجات ليها علاقه بفيرال انفكشن او بتبتدي لما الانفكشن تحصل فيرال انفكشن. طيب في فيزيكال، فيزيكال لو بعض الامراض برضه زي السكليروديرما اشهرهم، لما البيشنت يتعرض لبرد المرض يظهر، ما تعرضش لبرد المرض ما يظهرش. اشهر مثال الموضوع ده سكيلوديرما. كان عندنا عيال الله يرحمهم كان في القاهره، كان احنا بنتكلم في سكيلوديرما، كان مرض كان عيال اسمه احمد عبد القادر الله يرحمه. احمد عبد القادر كان عنده مرض اسمه كريست سندروم، نوع من انواع السكيلوديرما. كان الموضوع ابتدى معاه لان هو كان شغال في هايبر ماركت، وكان شغال في الحته اللي فيها الثلاجات، الحته بتاعت الفارم فريتس والكوكي واطياب والحاجات الجميله، ماشي. فممكن يكون انفايرمنت. حاجات كمان تانية بقى لقوا ان في بعض الامراض ليها علاقه بالدراجز، ده اكتر حاجه مع السيستم فلوس ده عنوان كده لوحده. في حاجات خاصه او ليها هرمونال افكت. لو عرفنا منين ليها هرمونال، لانها بتكون زياده قوي في الستات في سن معين، يبقى كده الهرمونز ليها دور. ده الباثولوجي بتاعنا، ده او سوري ده الايتيولوجي بتاعنا. الايتيولوجي بتاعنا يا اما اوتو ميون مينلي عشان الستات اكتر من الرجاله، وبيحصل معاها اسوشيشن اوتوميون ديزيز تانية، يا اما جينيتك عشان بوست فاميلي هيستوري وهذا اسوشيشن موجود في الايدنتيكال توينز، يا اما انفايرمنتال زي الفايرال انفكشن او الفيزيكال ستيمولس او الفيزيكال اريتيشن، يا اما دراكس يا اما هرمونال، بس دول اكتر مع السيستميك روتس. ده بالنسبه للايه؟ للايتيولوجي. بالنسبه للباثولوجي هو بيفرق من مرض لمرض، بس كلهم بيتفقوا في حاجه واحده عشان برضه نبقى ماشيين على مبدا واحد. بالنسبه للباثولوجي معظمهم بيتفق في مبدا واحد، ان البيشنت ده بيحصل له اي حاجه، اي ابنورمال ريسبونس للمناعه بتاعته بينتج عنها تكون لانتي بودز. ويكون عنده حاجه غريبه او عنده جسم غريب او عنده انتي بودي مش طبيعي، ده يعتبر انتيجين، حاجه غريبه بالنسبه للجسم، ويتكون ضدها انتي بودي. يبقى عنده دلوقتي عنده انتيجين وانتي بودي. لو معاهم كومبلمنت، دي حاجه اسمها اميون كومبلكس، الاميون كومبلكس ده يروح في اي مكان ويعمل انفلاميشن. الاماكن اللي هو بيروحها يعمل فيها انفلاميشن ممكن جوينت فيعمل ارثرايتس، وممكن اي مكان تاني زي الفيزيتس بتاعته يعمل فاسكولايتس. فتلاقي البيشنت جسمه كله افكت سواء في الجوينتس او
الفيزنس، فلما ياثر على الفيزنس اكيد ياثر على الجسم كله، او عنده انفلاماتوري سيلز، عنده ريليز انفلاماتوري سيلز كتير. انفلاماتوري سيلز تروح تعمل انفلتريشن لاي حته تعمل فيها انفلاميشن. ماشي يا دكتور، هنتكلم لما نيجي نتكلم عن اكسترا ارتكيولار مانيفستيشن دلوقتي هنبتدي ايه نعرف انا اقصد ايه. بالنسبه للكلينيكال بيكتشر بتاع اي مرض من الامراض دي لازم نحط فيه كده اربع عناوين ونشوف المرض ده ايه ونتكلم عن الاربع عناوين. اول حاجه، اول عنوان خالص اسمه تايب اوف بيشنت. يهمني اعرف البيشنت ده راجل ولا ست، راجل اكتر ولا ست اكتر، وبيجي تقريبا في سن كام. ماشي، دي حاجه اسمها تايب اوف بيشنت. لو انا عارف اي معلومه اخرى اكتبها، بس انا بتكلم على تايب اوف بيشنت. على الاقل سن، السن قد ايه تقريبا، بيجي في انهي سن، وراجل وراجل اكتر ولا ست. في حاجه اسمها جنرال مانيفستيشن. الجنرال دي اللي هي فاهم، وممكن نزود معاها كمان لو البيشنت ده كان عنده ستيفنس، او ممكن نخلي الستيفنس دي مع شويه مع الارتكيولار. طيب هو ليه بيحصل لهم فاهم؟ هم عندهم ريليز ايه؟ انفلاماتوري سيلز، والانفلاماتوري سيلز دي فيها انترلوكين 1 وفيها بايروجين وفيها تيومر نيكروزنج فاكتور. الحاجات دي بتعمل فيفر وبتعمل فاهم. رقم ثلاثة، ارتكيولار مانيفستيشن. الارتكيولار مانيفستيشن في طريقتين ممكن نكتب بيهم الارتكيولار مانيفستيشن. احنا بنختار الطريقه اللي تعجبكم وانتم بتجاوبوا. عندنا طريقه اللي هتلاقي عندكم في الكتب، يعني بنمص اول حاجه بنعملها في الارتكيولار عشان نمسك الجوينت يعني افكشن، نتكلم عن الديسكريبشن. وبعد ما تتكلم عن الديسكريبشن لازم تجاوب على سؤال، هو المرض ده ارثرايتس ولا ارثرالجيا؟ ايه الفرق بين كلمه ارثرايتس؟ ارثرايتس يعني انفلاميشن، وارثرالجيا يعني وجع. ايه هي علامات الانفلاميشن؟ ريدنس وهوردنس وبين او تندرنس وسويلنج ولوس اوف فانكشن. او اللوس اوف فانكشن دي علامات الانفكشن الانفلاميشن عموما، انما كنا احنا بنتكلم في جوين هنشيل كلمه لوس اوف فانكشن دي نعملها ليميتيشن اوف موفمنت، لان احنا بنتكلم على جوين. اذا لقينا بيشنت عنده ريدنس وهوردنس وتندرنس او بين وسويلنج وليميتيشن اوف موفمنت، دي علامات الانفلاميشن. وفي فرق كبير قوي دكاتره بين كلمه ليميتيشن اوف موفمنت وديفورمنت، وليميتيشن اوف موفمنت وديسابيليتي. في فرق كبير قوي. كلمه ليميتيشن اوف موفمنت يعني واحد مش قادر يحرك الجوينت ده، ممكن مش قادر يحركه ليه؟ عشان هو انفلين، عشان هو وارم شويه، عشان هو بيوجعه. دي كلمه ليميتيشن اوف موفمنت. انما كلمه ديسابيليتي يعني البيشنت ده فقد القدره على الحركه تماما، حتى لما المرض بيهدى ما عندوش حركه. في فرق كبير قوي بين واحد فقد وظيفته، مش عارف يعمل الاكتيفيتيز بتاعته العاديه كل يوم، وبين واحد حصل له شويه انفلاميشن فمش قادر، كل ما يحرك الجوينت شويه بيوجعه فما بيحركش. في فرق بين كلمه ليميتيشن اوف موفمنت وفي فرق بين كلمه ديسابيليتي، فرق كبير. لان يعني في حاجات كتير قوي بتعمل ارثرايتس وبيعملوا ليميتيشن اوف موفمنت، بس مش كلهم بيوصلوا لمرحله الديسابيليتي. يبقى اول حاجه هنتكلم عليها في الكلينيكال بيكشر كلمه ديسكريبشن، وعايزين نعرف البيشنت ده عنده انفلاميشن ولا لا، فلازم نتكلم عن البين و بين والسويلنج والهوتنس والتندرنس والليميتيشن اوف موفمنت. تاني حاجة نتكلم عن الديستريبيوشن. الديستريبيوشن ده أهم حاجة بتشخص لي المرض. يعني أنا لو أنا وصفت لكم الديستريبيوشن بتاع مرض، المفروض من خلال الوصف الديستريبيوشن ده نعرف أنا بتكلم على روماتويد ولا بتكلم على أنكيلوزنج ولا بتكلم على سيستميك لوبس ولا بتكلم على سكليروديرما ولا بتكلم على جاوت ولا بتكلم على إيه. من خلال الحتة دي بتاعت الديستريبيوشن. الديستريبيوشن ده يعتبر أهم نقطة في الكلام. طيب كلمة ديستريبيوشن دي نقصد بيها ايه؟ نقصد بيها هو البيشنت ده عنده كام جوينت افكت؟ عنده حاجة اسمها مونو ولا اوليجو ولا بولي؟ هل الحتة النقطة دي تفرق معانا؟ أكيد هتفرق معانا، لأن إحنا عندنا أمراض تعمل مونو، عندنا أمراض تعمل اوليجو، وعندنا أمراض تعمل بولي. لو أنا عرفت من خلال كلمة البيكشن البيشنت ده عنده مونو، هقعد أفكر في دماغي كده هشيل كل الأسباب اللي بتعمل بولي وكل الأسباب اللي بتعمل بولي، وأفكر بس في الاهتمامات بتاعة المونو. ونفس الكلام بالنسبه للبولي. يبقى لازم اول حاجه اوصفها، اول حاجه وصف او اول حاجه سوري اول حاجه بالنسبه للتوزيع او الديستريبيوشن، مونو ولا الاوليجو ولا بولي. يهمني جدا هي باي لاترال ولا يوني لاترال. في امراض بتيجي كده ولا بتيجي كده، بس كلمه باي لاترال ويوني لاترال دي مش هتنفع مع المونو. لو واحد عنده جوينت واحد ما اقولش جوينت واحد وفي ناحيه واحده يبقى ده يوني لاترال، لا مش منطق. كلمه مونو يعني في ناحيه واحده، مش محتاجه ايه يعني وصف. يعني الجزء ده الخطوه دي هنشطبها لو كان عندنا مونو ارثرايتس. يهمني اعرف هو سيمتريكال ولا اسيمتريكال.
في امراض بتيجي بولي واسيمتريك، في امراض بتيجي بولي واسيمتريك. ماشي. مش هينفع يبقى مونو بايلاترال بولي يعني نفس الجوينت على بس على بوث سايدز؟ مش هتفرق معايا كده كده، انا اعتبرها مونو بس مش هتفرق معايا. طيب ممكن ايه تاني يا دكاتره؟ اسيمتريك على الرسم احنا عايزين نعرف هي بتأفكت اكتر او بتبتدي في البريفرال ولا الاكسي او السبيشال. وده يخلينا ناخد فكره الاول كده عنهم، يعني ايه كلمه بريفرال جوينت، يعني ايه اكزيال جوينت، يعني سبيشال جوينت. كلمه اكزيال جوينت يعني جوينت ما فيش منه يمين وشمال ببساطه شديده. اكزيال جوينت يعني حاجه في النص بالظبط، اللي هي السنتر، اللي في السنتر بالظبط، اللي في النص بالظبط، ما فيش منه ولا يمين ولا شمال. واللي بينطبق عليهم كلمه اكزيال هي الفيرتبري السيرفايكال والثوراسيك واللامبوسكش، هم دول يعتبروا اكزيال. طيب بالنسبه لكلمه بريفرال اللي في الابر ليب واللي في اللور ليب، طيب في حاجه بقى جوينتس كده قريبه قوي من الميدل لاين ومش في الابر ليب وفي اللور ليب، يعني هي لا هي اكزيال لانها مش في النص بالظبط وفي منها يمين وشمال، ولا هي بريفرال مش في الابر ليب ولا في اللور ليب، فبنعتبرها كلمه سبيشال اسمها سبيشال. بعض الدكاتره او بعض الكتب ما فيش حاجه اسمها سبيشال، بتعتبر الاثنين دول الحاجات السبيشال اللي انا هقولهم دول يعني ضمنا كده تبع الاكزيال، في دكاتره بتعتبرهم تبع البريفرال. زي ايه بقى؟ الجوينت ده، الجوينت ده اللي بيعمل الحركه دي اسمه تمبرو مانديبولار جوينت، ده مش في الابر لين ولا في اللور لين وفي نفس الوقت مش في النص، فبعتبره سبيشال جوينت. عندنا جوينت هنا اسمه ستيرنو كلافيكولار جوينت، ده مش بيتحرك قوي، بيقوم مثلا مع حركه معينه ان انا اقعد اعمل كتفي كده عشان يعني يتحرك حاجه بسيطه وبرضه مش بيتحرك قوي، ده اسمه ستيرنو كلافيكولار. من اسمه ما بين الاسترنم والكلافيكول على الناحيتين، وده يعتبر سبيشال. عندي واحد كمان بتوين الاليا الهيب جوينت او عظمه الهيب الاليا كريست والساكرا، اسمه ساكرو اليا. ساكرو اليا ده عندي ساكرو اليا يمين وساكرو اليا شمال، وده قريب قوي 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 من الميدل لاين، عشان كده بعض الدكاتره بتعتبره اكسيال بس هو منه يمين وشمال فما ينفعش اكسيال. وخلي بالكوا دكاتره ان الساكرو اليا الساكرو اليا سبيشال، اللامبو ساكرا نص اكسيال، لامبو ساكرا اكسيال، ساكرا اليا سبيشال. طيب عايز اعرف كمان البيشنت ده او المرض بتاعنا ده يلوسيف ولا نون يلوسيف؟ كلمه يلوسيف يعني حصل ديستراكشن للكارتلج بتاع الجوينت، اذا حصل ديستراكشن للكارتلج بتاع الجوينت والبون كمان في الحته بتاعت الجوينت تاثرت، دي حاجه اسمها ايروجن. هنتكلم دلوقتي عن الموضوع الارثرايتس، هو مثال للسكيم اللي احنا بنقولها دي احسن حاجه تطبق عليه الروماتويد ارثرايتس، فيها كل المعلومات دي. فلو تشوف ايروسيف ولا نون ايروسيف. غير كده كمان عايز اشوف في ديفورميتي ولا ما فيش ديفورميتي. لو في ديفورميتيز بوصفها واسميها، اقول اسميها كذا والوصف بتاعها كذا. بس كلمه ديفورميتي دي تحصل امتى؟ لا طب بص انا ممكن اعمل كده اهو. بلاش انتوا خالص. انا بحب انا خلاص وقتي كده مش جاي لك وقت حلو، انا كده مش هعمل لو نمت منكم واحد صحوني يعني. بالنسبه لدكاتره خطوه ديفورميتي، لو البيشنت عنده ايروسيف ديزيز هيبقى عنده ديفورميتي، لو ما عندوش ايروسيف ديزيز ماشي. فاكرين لو ما فيش ايروجن مش هيبقى فيه ديفورميتي، بس لازم نذكر. طيب ايه كمان؟ احنا قلنا ديفورميتي، لازم نتكلم عن حاجه كمان اسمها لا قبل الاكسر، هل في ديسابيلتي ولا لا؟ هل البيشنت ده وصل لمرحله الديسابيلتي ولا لا؟ كلمه ديسابيلتي، كلمه ديسابيلتي دي تعتبر يعني الى حد ما كلمه ديسابيلتي ده دكاتره عارفين لما كنا بنتكلم عن اي سيستم اخر، مش احنا في الاخر بنقول ان المرض ده وصل لمرحله الهارت فيلير، وصل لليفر سيت فيلير، وصل للريسبيراتوري فيلير، مفيش حاجه في مفيش مصطلح اسمه جوينت فيلير. كلمه جوينت فيلير دي بنقول لها ديسابيلتي. ديسابيلتي ده دكاتره كلمه وحشه جدا وعشانها بنعالج العيان، يعني احنا دايما بنحاول نعالج العيان عشان ما يوصلش لمرحله الديسابيلتي، مش عشان خاطر العيان بس، الدول المحترمه بتعمل كده عشان خاطر الانتاج، عشان الشخص ده لو وصل لمرحله الديسابيلتي هيبقى شخص ايه؟ عال على الدوله، بياكل ويشرب وما بيعملش حاجه. فعشان كده بيعالجوه ويصرفوا على علاجه عشان ويحاولوا يكتشفوا المرض بدري عشان ما يوصلش للديسابيلتي. احنا عندنا في مصر للاسف الشديد
هنيجي نتكلم عن الروماتويد دلوقتي. معظم حالات الروماتويد عندنا في مصر للاسف بيكتشفوها امتى؟ لما يحصل لها ديسابيت او ديفورمنس. هو لما يحصل ديفورمنس هيحصل ديسابيت. لما واحد ايده تعمل كده اكيد مش هيعرف يشتغل. ماشي بيشتغل بيشنت صح ايه يعني كله ايه مفلق. والله كله صحيح. ده الحالات دلوقتي قلت كتير عن زمان لان الناس بقت بتتعالج شويه ما بقاش فيه بركه كده في الحالات. السنه دي كمان سنه تعتبر سنه كبيسه على البيشنت. السنه دي في كميه حالات مهمه جدا ماتوا السنه دي فحاجه وحشه جدا. كان فيها ناس اسمها ام حسن كانت هايبوثايرويدزم وكانت زي ما الكتاب بيقول بالظبط اي حاجه في الهايبوثايرويدزم موجوده فيه. كان في بيشنت اسمه عم صابر الله يرحمه وكان عم على عم مصعب. عم مصعب بتاع الكوميديا كان تيبيكال ولسه بقى العينين هم نص نص طول عايشين عادي. يلا ربنا هيديهم الصح. ده بالنسبه لدكاتره كلمه ارتكلر. كلمه ارتكلر دي ممكن نكتبها بطريقه ثانيه. ممكن نكتبها بطريقه ثانيه. في طريقه ودي اللي موجوده عندكم في معظم الكتب. في طريقه ثانيه بقى نكتب بيها للارتكلر مانيفستيشن. ان احنا نعلق على خمسه بوينت بس نوصفهم كويس. وهتلاقوها في الاخر نفس المحصله يعني. نتكلم عن حاجه اسمها بين ونوصفه كويس. نتكلم عن حاجه اسمها سويلنج. نتكلم عن ستيفنس و ديفورميتس و ديسابيليتي. ديفورميتي و ديسابيليتي هما يعتبروا حاجه مشتركه. خطوه بقى البين والسويلنج والستيفنس لو انا وصفتهم كويس يعتبر بوصف الديسكريبشن والديستريبيوشن اللي هما كانوا خطوتين في الاول. لما اجي اتكلم عن البين لازم اقول البين ده حصل فين. بتشوط على ممكن نعمل اناليسيس للبين من ضمن الحاجات كلمه سايت. سايت يبقى لو قلت السايت يبقى انا كده قلت الايه الديستريبيوشن. بيزيد بايه وبيقل بايه بتفرق معايا جدا. الوجع بيزيد بايه وبيقل بايه دي بتفرق معايا جدا. بتفرق معايا في ايه؟ هل الوجع ده انفلاماتوري ولا ميكانيكال؟ واحد ظهره بيوجعه الصبح بيبقى كويس وعلى بالليل بعد ما يشتغله بتاع يلاقي ظهره وجعه. دي حاجه ميكانيكال بتزيد بالشغل. انما لو حاجه بتزيد الراحه وبتصحى وبيصحى الصبح ظهره وجعه في حاجه انت لما فكان الحته دي في البين بتفرق معانا جدا. ده نفس الكلام لما نيجي نتكلم عليه في الطريقه الاولانيه في الديسكريبشن لازم نوصف البين ده بيزيد بايه وبيقل بايه عشان نعرف هو انفلاماتوري ديزيز ولا ميكانيكال ديزيز. دي طريقه ودي طريقه. حبينا نتكلم نحط نرص العناوين دي ونتكلم عنها او نرص العناوين اللي فاتت ونتكلم عنها هيطلع في الاخر نفس النتيجه. من خلال الوصف بقدر اوصل للمرض. ده بالنسبه لكلمه ارتكلر. بالنسبه لكلمه اكسترا ارتكلر هتقعدوا تكتبوا اسامي الكتب اللي انتم تعرفوها او اسامي الراوندات اللي انتم تعرفوها وتحت كل اسم او تحت كل كتاب من حاجه. وكلهم دكاتره برضه مشتركين جدا. الفروقات قليله قوي. ايه بقى الاكسترا ارتكلر؟ الاكسترا ارتكلر زي ما قلت لكم معتمد على يا اما الديبوزيشن الديون كومبلكس بيعمل انفلاميشن في اي حته يا اما فاسكولايتس يا اما انفلتريشن بانفلاماتوري سيلز. طيب نتكلم مثلا تحبوا نبتدي بايه؟ اي كتاب تعرفوه؟ كارب سي اس. الكارب دكاتره البيشنت حاجه مشهوره جدا مع معظم حالات الروماتولوجي يحصل انفلاميشن للسي اس ممبرين زي البريكارديوم والبلورا والبريتونيه بس البريتونيه اقل يبقى هنلاقي هنا بريكارديتس. ممكن ايه تاني هتكلم عموما ما تكلمش عن مرض معين. وبعد كده اقول لكم مرض ده يحصل دي اكتر دي اكتر دي اكتر بس خلينا نعرف ايه السبب. ايه تاني ممكن يحصل؟ انفلاميشن في البريكارديا. ممكن يحصل انفلاميشن في الاندوكارديا. بعض الحالات لو تتذكروا لما جينا نتكلم عن انفكتيف اندوكارديتس قلنا ان في حاجه اسمها نون انفكتيف. نون انفكتيف دي كانت بتحصل مع حالات روماتولوجي زي السيستميك لوبس كانت تعمل نون انفكتيف اندوكارديتس. يعني مش بأورجانيزم بإنفلاماتوري سينس بديبوزيشن ريميون كومبلكس. ودي كان ليها اسم كان اسمها ليب مان ساكس. ليب مان ساكس اندوكاردكس. ممكن يحصل ايه تاني؟ ممكن يحصل انفلاميشن في الاندوكارديوم. ممكن يحصل انفلاميشن في البريكارديوم. ممكن يحصل انفلاميشن في الاورط. في بعض الامراض يحصل اورطايتس. الاورطايتس ده يعمل ايه؟ يأثر على الفالف. انفلاميشن في الاورطه نفسه يأثر على الاورتيك فالف يعني الاورتيك لجرش. ماشي.
فاسكولايتس في الكورونرز تؤدي الى سكيمك هارت ديزيز. في من ضمن الامراض كده اللي هنتكلم عليها مرض اسمه انتي فوسفولات سندروم. انتي فوسفولات سندروم ده بيأثر على الارترز كلها وممكن يأثر على اي ارتري واي جزء. في حالة اعرفها يعني كانت عم طالبة معايا في الكورونا. عمها ده جاله فاسكولايتس جت في الكورونا فاشتكى بايه؟ شست بيه راحت حجز في اسم القلب. قعدوا يدوروا مش عارف دايت نايترا ومش عارف ايه واي سي جي وكارديك انزايمز وبتاع ولا يستجيب لسه الوجع موجود. بعد فتره لقوا عنده صوابعه بتزرع. صوابعه كلها بتزرع. وبتقلي. فقال لك لا يبقى دي حاجه كده ايه غريب. قاموا باعتينه اسم بطنه واحده اسمها وحده المناعه عشان الانتي فوسفوليبيد. شافوا ان هو انتي فوسفوليبيد سندروم عملوا الماركرز بتاعت الانتي فوسفوليبيد سندروم وطلع فعلا انتي فوسفوليبيد. بس عمل ما تحول احنا عندنا مستشفيتين في القصر. مستشفى اسمها سيد جلال في باب الشعراء ومستشفى اسمها الحسين. وحده المناعه موجوده في الحسين. فعلى اجراءات ان هو ينقل من هنا لهنا ويشوف مكان فاضي مش عارف ايه كان العيان ايه صوابعه بقت جنجرين. راح هناك قطعوها وعالجوها عشان ايه باقي الصوابع. ممكن يعمل سكيميك هارت ديزيز ممكن يعمل بريكاردايتس ودي الحاجات المشهوره. ممكن مع البريكاردايتس طبعا يحصل بريكاردايتس. طيب بالظبط هو ليه ما عملوش اي اجراءات علميه؟ طيب يعني ليه ما عرفوش بتتعب يعني هو كان محبوس في اسم القلب. ماشي طيب شافوا ليه ما تصرفوش؟ هم تصرفوا بس هم يعني حاولوا يتصرفوا بس التصرف مش شرط ان هو أو اولا حتى لو تصرفوا صح مش شرط ده ان انا يمنع القدر يعني في امراض حتى لو انت عالجتها مش هيستجيب. وبرده غير كده حصل خلاص سترونج امبوليزم يعني الحته دي اتقفلت يعني هيخشوا يشيلوها صعب. يبقى الحته اللي اتقفلت دي بقى ايه ربنا عوض عليه فيها. يعني حتى لو كانت نايل بدري كده كان ممكن يحصل ماشي. ويعتبر على فكره هو راح بدري لان هو كان في المستشفى اصلا. فبتعرف لو واحد بقى من بره خالص قبل ما يكتشف بقى كان هيبقى ده شاطر الدكتور اللي شكك كده اصلا وحوله مناعه كان ممكن يسيبه ويعالج القلب بس وصاروا دي بقى تروح في داهيه مش مشكله ويحصل له مشاكل ويحصل له ستروك ويحصل له بلاوي سوري. الانتي فوسفوليت سندروم ده مرض وحش جدا وقد يؤدي الى الوفاه. هنتكلم عن 10 حاجه اسمها كاتاستروف انتي فوسفوليت. طيب ده بالنسبه للهارت. في تاني عايزين ناخد سيستم اخر يعني خلينا يعني نبقى الصور اللي جايه ده شبه بالظبط نتكلم عن الهارت او الشيست. واللي بيحصل هنا بيحصل هنا. ده حصل في بيريكاردايتس ده حصل في بلايبسي. ده حصل في انفكتيف اندوكاردايتس ده نون انفكتيف اندوكاردايتس ده يحصل في ايه؟ نون انفكتيف ايمونايتس. عارفين النمونيا؟ النمونيا دي بتحصل بايه؟ بانفكشن. طب لو حصلت من غير انفكشن زي الاندوكاردايتس اسمها نون انفكتيف ماشي نون انفكتيف ايمونايتس. أو بنقول عليها نيومونايتس بس. إيه تاني ممكن يحصل؟ زي ما حصل بلوريس ممكن يحصل بلورال ديفيوجن. طيب البيشن ده ممكن يحصل له فاسكولايتس. هنا الفاسكولايتس أثرت على الأرتري ده وأثرت على الأورطة وأثرت على الكورونري. هنا الفاسكولايتس هتأثر على البلمونري أرتري تعمل بلمونري هايبرتنشن. يحصل انفلاميشن في البلمونري نفسه ويحصل فيه شوية فايبروز فيبقى دايم يديه شوية فلما يديه يبقى عنده بلمونري هايبرتنشن. وحالات روماتولوجي كتير قوي ايا كان نوع المرض نقول روماتولوجي حالات روماتولوجي كتير قوي عندها هرمون هايبرتنشن كتير. وعندكم بالزازي حالات فيها روماتولوجي روماتولوجيكال ديزيز زي حالات سكليروديرما خصوصا ماشي عندهم هرمون هايبرتنشن. طيب بالنسبه للفيزلز عموما مش هينفع يحصل له فاسكولايتس مع الانتي وبرضه ممكن يحصل له حاجه اسمها انتيفوسفوليبس. انتيفوسفوليبس زي ما بيحصل في الارترز زي ما حصل في الصوابع وحصل في القلب يحصل في الفين. بالعكس ده هو بيحصل اكتر في الفين يظهر اكتر في الفين يحصل له ديب فينس ثرومبوز. طب هل الديب فينس ثرومبوز دي ليها علاقه باللنج؟ اكيد لما بيحصل شارنج او المكان هيتاثر جوه اللنج فممكن يلاقي بيشنت عنده هرموناري امبوليزم. ده بالنسبه للشيست. وعلى فكره برضه يعني بس مش عشان ما نبقاش بنقول كل حاجه في السكين دي في ادويه بتاثر على الشيست. في دواء اسمه ميزوتريكسين ده بيستخدم في موضوع الارثرايتس مثلا. ميزوتريكسين ده من السايد افكتس بتاعته ان هو بيعمل ميمونايتس بيعمل اي بي اف بيعمل انفلاميشن.
الليشن بامب يبقى عنده انفلتريشن من انفلاماتوري سيلز كتير تعمل له اي بي اف انترستيشن بالمونري فايبرز. لكن حاجه اسمها انترستيشن بالمونري فايبرز دكتور، طب اذا انا هاخد علاج يعملني هغير العلاج اعمل اخد واحد تاني؟ ما هو عندي اوبشنز. هو النيزو تريكسيد ده افكتيف جدا حلو، يعني احسن واحد بيعالج الروماتويد، احسن علاج للروماتويد هو النيزو تريكسيد. بس خدته هو او برضه عشان تفهم حاجه، السايد افكت دي مش معنى ان هو مكتوب كلمه سايد افكت يبقى كل اللي هياخدوه هيحصل لهم سايد افكت. يعني مثلا يعني النيزو تريكسيد ده بيعمل اي بي اف، هل كل الناس اللي هياخدوه هيحصل لهم اي بي اف؟ ده تلاقي واحد مثلا في الالف، واحد في المليون. لازم تكتب في الورقه، في الورقه بتاعت العلاج. اذا حصل ماشي، بس او حاجه ثانيه، بيشنت عنده مشاكل في الشيست اصلا. بيشنت عنده اصلا مشاكل في الشيست ما ياخدوش. في بيشنت كانت في القاهره كان اسمها موهبه، عندها روماتويد ارثرايتس وهي اصلا عندها برونكيال ازمه. المفروض الدكتور هو بياخد هيستوري بيقول لها بتتعالج من حاجه ثانيه، مش حاجه اسمها اصل هيستوري ما سالهاش. فمديها ميزوتريكسين، جالها اي بي اف عندها برونكيال ازمه واي بي اف وبستراكتيف ديزيز. حاجه تعمل كوستراكتف هايبو فنتريشن، حاجه تعمل ريستريكتف هايبو. دلوقتي بقت ما بتشتغلش، ليه ما بتشتغلش؟ مش عارف تاخد مفسر. حاجه يعني استغفر الله العظيم. المهم ممكن يحصل اي بي اف. حاجه كمان كده في الشيست، اذا كان البيشنت عنده نيومونيوزس ومعاه روماتويد ارثرايتس ده يعتبر سندروم اسمه كابلان سندروم. بيبقى عنده حاجه اسمها نيومونيوزس وروماتويد نيوكليوس في تجمع الانفلاماتوري سيلز بسبب الروماتويد، وعنده كده كده اي بي اف بسبب النيوكليوز. دي حاجه اسمها كابلان سندروم وده يعتبر مرض غير. طيب عايزين ناخد سيستم اخر، ناخد السي ان اس او النيورولوجيكال، لان هو مش بيأثر. كلمه سي ان اس دي يعني سنترال نيرفس سيستم، لا خليها نيورولوجيكال تبقى واخده الجسم كله سواء سنترال او بريفرال. من اشهر الحاجات اللي بتحصل في حالات الروماتولوجي كسي ان اس ممكن يحصل معاك امراض كتير كاربال تانل سندروم، خصوصا الروماتويد ارثرايتس. كلمه كاربال تانل سندروم معرفش تكون سمعت عنها قبل كده في السنين اللي فاتت ولا لا. كاربال تانل عندنا نيرف معدي كده اسمه ميديان نيرف. الميديان نيرف ده بيعدي تحت حاجه اسمها فليكس روتيناكوم. كلمه فليكس روتيناكوم بيعدي في جروف كده او في تانلز. التانلز معدي فيها حاجات كتير. المهم ان البيشنت ده بيحصل، البيشنت بتاع الروماتويد ارثرايتس بيحصل عنده انفلاميشن الساينوفيا ممبرين بتاع الجوينتس. لما بيحصل عنده انفلاميشن الساينوفيا ممبرين بيحصل فيها سيكنج. لما بيحصل فيها سيكنج هتضغط على الميديان نيرف. اي نيرف هنتكلم في الكلام ده في النيورو بس يعني ناخد عنه فكره، اي نيرف بعمل له اريتيشن بيمر بمرحلتين او بعض، يعني بضغط عليه باجي جنبه مش عارف، بيمر بمرحلتين. اول مرحله اسمها اريتيشن، المرحله بتاعت الاريتيشن ان هو يحس اكتر من الطبيعي، يحس اكتر من الطبيعي يعني مش هيحس بكهرباء شكشكه وتنميل ووجع في الديستريبيوشن بتاع الكاربال تانل او الديستريبيوشن بتاع الميديان نيرف. الميديان نيرف بيغذي ثلاث اصابع ونص اللمف، ده وده وده ونص ده. الواحد ونص دول بيتغذوا بالالمر ماشي. فتلاقي البيشنت ده عنده كاربال تانل سندروم نتيجه السكنك. لو ده فضل مستمر على طول العصب بيفقد وظيفته. يعني في الاول لما نعمل له اريتيشن يزيد وظيفته جدا، حاجه اسمها باراسيز، يعني يحس اكتر من الطبيعي، يبقى عنده شكشكه وتنميل. لو فضلنا ضاغطين اكتر يحصل لوس اوف فانكشن. الكلام ده على فكره قلناها قبل كده في اللنج كانسر. فاكرين اللنج كانسر؟ برونكوجينيك كارسينوما حاجه زي كده. يعني برونكوجينيك كارسينوما كان حاجه اسمها بانكوستيتيوما. كان البانكوستيتيوما ده كان بيضغط على البريكيال بلكسس. كان بيضغط على البريكيال بلكسس في الاول كان بيعمل اريتيشن تنجلنج ونوتنس، وبعد كده يعمل ويكنس، ويعمل الويكنس ده كان موتور، وممكن يعمل لوس اوف سنسيشن اناسيسيا او هايبوسيسيا. طيب ايه تاني غير الكاربال تانل سندروم؟ بعض الامراض بتاثر على السيرفايكال فيرتيبرا، من ضمن الجوينتس اللي بتتاثر السيرفايكال. طب لو بتاثر على السيرفايكال هو ايه اللي موجود جوه السيرفايكال؟ ايه اللي ماشي جوه السيرفايكال؟ السباينال كورد. طب لو احنا ضغطنا على السباينال كورد، السباينال كورد ده يحتوي جواه على حاجه اسمها بيراميدال تراكت، والبيراميدال تراكت ده هو الموتور تراكت اللي بيخلي جسمنا يتحرك. طب لو ضغطنا على البيراميدال على الناحيتين من الناحيتين، لو هو فوق سي 5 ممكن يعمل كوادريبليجيا. يعني لو في كلمه سي 5 دي اللي هو سيرفايكال رقم 6 رقم 5 لو ضغطنا عليه ده قبل البرانشات بتاعت البريكيال بريكس فكل جسم يتاثر. طب لو تحت سي 5 رجليه تتاثر فممكن يحصل كوادريبليجيا او ممكن يحصل لي بارابليجيا. ده يعتبر نيورولوجيكال افكشن.
ده لو احنا بنتكلم ايه من بره يعني. طب السي ان اس نفسه ليه نفسه؟ ليه نفسه مكون من اجزاء كتير، مكون من مثلا حاجه اسمها السيريبرال كورتكس صح، ومكون من حاجه اسمها بيزال جانجلي، مكون من حاجه اسمها انترنال كابسول صح. على سبيل المثال يعني تمام، الحاجات دي دكاتره ليها بلاد سبلاي، البلاد سبلاي بتاعها بيكون حاجات حتت صغيره حاجات صغيره حاجات صغيره، لو حصل فيه فاسكولايتس الوظيفه بتاعت الجزء ده تتاثر، او بلاش فاسكولايتس، لو حصل فيه ثرومبو امبوليزم مش في حاجه اسمها تي فوسفوليبيد سيندروم بتعمل ثرومبوس اي حته، ممكن من الاماكن اللي تتاثر اي حته في الايه في السي ان اس، فتلاقي البيشنت عنده مشاكل بسبب السيريبرال كورتكس، تعمل له مثلا كومبالجن، تعمل له كوما، حاجه في البيزال جانجلي تعمل له اكس لو بيعمل افكشن كوريا باركنسونيزم، ممكن انترنال كبسول يعملوا مشاكل فيه الحركه اكتر في البرامج، فممكن يجي له اي حاجه بنورا لاسترو، اي حاجه من السي ان اس ممكن تجي له. في مرات واحد صاحبي دكتور رمض، مراته دكتوره نساء، فجاه جالها كونفالجن وهي عندها 29 سنه 28 سنه، كونفالجن لدرجه ان هي اتحجزت في الرعايه. مين اللي كان بيمانجها؟ دكاتره النيورو، دكاتره النيورو كانوا بيدوها حاجات للكونفالجن تتحسن وتخرج بعد شويه في الكونفالجن تاني هتتحسن ويدوها حاجات الكونفالجن وتخرج. فلو الموضوع ايه؟ العلاج مش جايب نتيجه، مع ان كان اللي بيعالجها رئيس القسم عندنا في الاسر. فلو الموضوع ايه غريب مش يعني مش مفهوم، فقال لك لا ده احنا ايه نسال واحد بتاع بطنه، بتوع البطنه هم بتوع البطنه العامه بيكون عندهم فكره ايه عن الجسم كله يعني، ما دام السبيشاليست ما عرفش. فشافوا دكتور بطنه العامه كان رئيس القسم بتاعنا ساعتها، كان دكتور اصلا روماتولوجي ومناعه، سمع الهيستوري بس، في ميل عندها 28 سنه جالها كونفالجن سيرش فور حاجه اسمها لوبس سيريبرايتس، ممكن اللوبس يكون بيأثر على السي ان اس، ودي سنها في الميدل ايج في السن بتاع اللوبس، السن بتاع اللوبس بيكون من 14 ل 40، وعمل الماركرز بتاعت اللوبس طلعت عندها لوبس. وبعد كده اكتشفوا ان كان وشها بيحمر شويه، شعرها بيقع شويه، بس تفتكر وشهم بيحمر وشعرهم بيقع. فاهمين قصدي؟ الدكاتره بيجي لها مفاصلها بتوجعها، كل الناس مفاصلها بتوجعها، كان بيجي لها الاعراض دي بس هي مش عارفه يعني تعتبرها حاجه نومه سبيسيفيك، انما اللي جه يعني ظهر عليها قوي السليبرايتس. في ناس ثانيه تيجي بلوبس نيفرايتس، في يوم من الايام برضه انا في الاستقبال جت لي بيشنت اسمها رحمه عمري ما انساها، كان عندها 18 سنه وكانوا جايه وشها منفخ، معرفش هتطلب عليها قبل كده، كان وشها منفخ. كان واحد صاحبي بعتها لي بنت يعني بنت بواب، والبواب ده متوفى مش هقول لكم تفاصيل يعني مش بدون دخول في تفاصيل، بنت غلبانه جاي وشها منفخ شويه بتاع، فواحد صاحبي دكتور نسا بعتها لي المستشفى عشان اشوفها منها وشها منفخ عند حاجه بطن. فانا اخدت منها هيستوري بتاع، شكيت ان هي ممكن تكون عندها لوبس، بس هي كانت بتعمل ايه؟ يجي لها مثلا وشها يحمر شويه تروح لدكتور جلديه يقول لها اه ده انت عندك شويه حساسيه، يديها مرهم، هي مفاصلها بتوجعها تروح لدكتور، دكتور هي غلبانه، فتروح لدكاتره صغيرين خالص او واحد في سنه خمسه او سته شغال برايفت، يديها مسكن او في صيدليه صح مسكن مش عارف ايه. العينه دي بقى كانت جايه وشها منفخ، وشها منفخ دي وبتصحى من النوم عينها منفخه وبتاع، شكينا في حاجه كده، عملنا يوريا وكريات طلع الكريات بتاعها 12. البيشنت كان عندها كرونيك كيدني ديزيز، وعملنا لها بعد كده ايمجنج لان عندها اتروفي يعني الموضوع بقى مسدين، والكومبلمنت كونسيوم يعني حاجه تدل على اللوبس يعني. وبعد كده البيشنت دي بقى قدام خيار من الثاني، يا اما تغسل مدى الحياه يا اما تزرع كده، والزرع ده عايز فلوس يعني معاش فلوس، وبعد كده ما اعرفش بقى يعمل ايه. طيب ممكن اي حاجه في سن تحصل، عايزين سيستم اخر الجي اي تي مثلا. الجي اي تي دكاتره غالبا بيتاثر في كل حالات الروماتولوجي بسبب ايه؟ الادويه. اي بيشنت عنده روماتولوجيكال ديزيز يا اما بياخد كورتيكوستيرويد يا اما بياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ودي اشهر اسباب البيتك السر، البيشنت يجي له بيتك السر. وحتى الكيس لما بيجي لنا في الامتحان النظري سواء في سنه خمسه او في سنه سته، انتوا البيتك السر عليكم في سنه سته برضه، بتبتدي الكيس بتاع البيتك السر ان واحد كان عنده روماتولوجيكال ديزيز وبياخد مسكنات. لو حصل له برفوريشن دي تبقى كيس في جراحه، لو حصل له انيميا دي تبقى كيس في بطنه، انيميا بسبب البليدنج ومش عارف ايه وكرونيك بلاد لوس ايرون ديفشنسي انيميا، دي حاله بطن تيجي في امتحان بطن.
يجي له في امتحان الجراحه وبقى وفجاه جاله صدم سرير بين ومش عارف ايه وبتاع وكان رديت الباك وعملنا له اشعه على هنا في ايه الاندايركت ايه الاندايركت افلاج يبقى دي بيرفوريت بيرتيكال سطح حاله الجراحه تطلع في الجراحه. فالجي اي تي بيتنصر جدا جدا للعلاج ممكن البيشنت يجي له بيبتي تنصر وطبعا النوزيا بوينت ايه تاني؟ ايه؟ بس سرير شوية. لو احنا اعتبرنا الليفر والاسبرين معانا في الجزء بتاع الجي اي تي يعني بعض الحالات يحصل عندهم اوتو ميون هيباتايتس زي ما لسه قايلين حالا زي ما قلنا تايب 1 اوتو ميون هيباتايتس كان الماركر بتاعه هو نفس الماركر بتاع سيستم لوبس كان اسمه لوبس او لوبويد اوتو ميون هيباتايتس. ممكن بعض الحالات بيكون معاهم اسبرين وميجر بعض الفاريانتس كده او انواع حاجه اسمها ثيرتي سندروم. ليش عنده فيلت سندروم ده بيكون عنده زي الارثرايتس موضوع الارثرايتس ومعاها سبينو ميجالي. السبينو ميجالي ده مش شرط يكون سبينو ميجالي ده ساعات كمان بيوصل لهايبر سبينيس يعني بيحصل له هايبر سبينيس ولما يحصل له هايبر سبينيس بيبقى عنده بان سايتوبين. طيب عايزين سيستم اخر نتكلم مثلا عن البلاد. البلاد هيبقى عندنا مشكله على سكتتين يعني او تو كاتيجوريز انيميا وحاجة تدل على الثرومبوليزم وحاجة كمان في البلد ليها علاقة بالانفلاميشن انيميا. البيشنس بتوع الروماتويد او بتوع الروماتولوجي امراض الروماتولوجي بيكون عندهم انيميا. ليه بيكون عندهم انيميا؟ اولا ببساطة شديدة من احنا لسه كاتبينها البيشنس بيكون عنده روتيك ألسر وده كورونيك بلد بص يعملوا ايرون ديفشنسي انيميا ودي بتعمل مايكروسيتيك انيميا. ممكن البيشنس يكون عنده ده يعتبر كرونيك ديزيز ممكن حاجه اسمها انيميا اوف كرونيك ديزيز ودي بتعمل غالبا بتعمل نورموسيتيك انيميا لانها بتعمل بتاثر على البون مارو اكتيفيتي. ممكن يكون عنده اوتو اميون هيموليتيك انيميا نيجي نتكلم في البلاد. احد اسباب الاوتو اميون هيموليتيك انيميا او يعتبر من الايتيولوجي بتاعها اللوبس سيستميك لوبس. ممكن يكون عندهم هايبر ستيرينيزم والهايبر ستيرينيزم يعمل لهم نورموسيتيك انيميا يبقى ممكن يكون عندهم مايكروسيتيك انيميا بسبب فقدان الكرونيك بلاد بروس. ممكن نورموسيتيك سواء اوتو اميون او هايبر اسبرينيس او كسبب من اسباب او يعتبر كرونيك ديزيز. وممكن يكون في بعض الحالات عندهم ماكروسيتيك انيميا او ميجالو بلاستيك انيميا. ميجالو بلاستيك انيميا بتحصل مع نقص فوليك اسيد وفيتامين بي 12. عارفه الميزوتوكسيك اللي احنا لسه بنتكلم عليه؟ الميزوتوكسيك ده يعتبر انتي فوليك اسيد يعني بيبوظ الفوليك اسيد او يعتبر الانتانوس بتاع الفوليك اسيد فتلاقي البيشنت عنده ايه؟ ميجالو بلاستيك انيميا. فممكن كل انواع الانيميا تحصل. طب بالنسبه لكلمه ثرومبوليزم بنعمل كواجيوليشن فاكتور اللي هي طيب نشوف كواجيوليشن فاكتور حاجه اسمها كواجيوليشن تايم حاجه اسمها بي تي وبي تي دي بليتلت كاونت كل ده ممكن يتاثر في بعض الحالات خصوصا الانتي فوسفوليت سندروم. طب السي ار بي والاي اس ار دي نتكلم عنها في الايه في الانفستيجيشنز. ده بالنسبه للبلوك وقلنا حاجه كمان الكيمي الكدني برضه بتتأثر بحبة كذا حاجة. أول حاجة لازم يعني نفتكر سريعا كده الكدني دي عبارة عن إيه؟ حاجة اسمها فيزلز وبارينكما تيشو وفيزلز. الفيزلز ممكن تتأثر بالفاسكولايتس خصوصا في السكيرويديرما. مش هتلاقي عنده سكيرويديرما الفيزلز بتاعته بتتأثر وممكن يحصل حاجة اسمها رينال كرايسس وبيكون العلاج الأساسي بتاعها إس إن إيه بنتكلم عنها. ممكن البارينكما فيها جلوميرولاي فيها فيها تيوبيولز وفيها انترستيشن تيشو. السيستم التوبس مثلا بيتاثر على الجلوميرولاي تعمل فيها انفلاميشن في الممبرين بتاعها دي جلوميرولونفرايتس. ممكن تعمل انفلاميشن في الانترستيشن تيشو تعمل انترستيشن نفرايتس. طيب ممكن بعض الادويه اللي بنستخدمها تبقى نيفروتوكس تاثر على التيوبيولز تعمل حاجه اسمها تيوبيولر فيبروزس او تيوبيولر دامج. ممكن بعض الامراض الكرونيك زي الروماتويد ارثرايتس بيحصل ديبوزيشن حاجه اسمها اميلين حاجه اسمها اميلودوزس والاميلودوزس ده بيعمل فيما بعد بيعمل لنا فيلر بيأثر على الكدني فالكدني برضه ممكن تتأثر بحاجات كتير. وايه كمان؟ السكن. البيشنت اللي عنده روماتويد الدكاتره عنده حاجات كتير في السكن زي امراض كتير قوي امراض كتير قوي اللي هي البريفرال فيزلز دي الفيزلز الصغيره حصل فيها فاسكولايتس فده من حاجه اسمها رينولدز فينومين. البيشنت اللي عنده رينولدز ده
تلاقي البيشنت عندها رينوس، تلاقي صابعها بتبيض الاول، ليه بتبيض؟ برضه الدم مش واصل كويس، بيل وكون. اذا الموضوع استمر شويه تبتدي تزرق. بعد ما تبتدي تزرق ده دليل على السيفيرتي، الجسم مش بيوقف عاجز، اكيد بيشوف اي ميكانيزم عشان يعمل كومبنسيشن، يقوم عامل حاجه اسمها هايبرتيك ريأكشن، يعمل ريفلكس كده فاز دايليشن، فايديها تحمر بعد ما كانت بيضه تزرق وبعد كده تحمر. الموضوع فضل بقى مستمر لمده طويله قوي، ده بيعمل كرونيك اسكيميا في الصوابع. الكرونيك اسكيميا في الصوابع يعني الدم اللي واصل للترمينال بونز، البون اللي هي في الاخر دي، الدم اللي واصلها قليل 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 على مدار شهور او على مدار سنين. تبتدي العظمه دي تظهر في الحجم، تظهر في الحجم، تظهر في الحجم لحد ما تختفي. تلاقي البيشنت صابعه في الحته دي مش موجوده، وانتوا عندكم عاليين كده مش شايفين، الزقازيق كمان مش شايفين. ماشي، دي حاجه اسمها ريزوربشن اوف بون بسبب الكرونيك اسكيميا. ده كل ده بيحصل بسبب الريزوربشن. حاجات تانية في السكين، ممكن البيشنت بتاع الروماتويد بتاع السيستميك لوبس نلاقي عندهم حاجه اسمها راش او سكين راش، باتر فلاي راش او سكويد راش. ممكن يبقى عندهم السرز، اورال السرز، سواء مع السيستميك لوبس او مع الفاسكولايتس. في مرض في الفاسكولايتس كده اسمه بيسيت سندروم او بيسيت ديزيز، بيسيت ده بيكون عندهم اورال السرز او جينيتال السرز. طيب ايه كمان؟ بعض الحالات، بعض الحالات بيكون يعني الحالات السيفير بقى ممكن يحصل معاهم حاجه اسمها بايوديرما كانجرينوزا. بايوديرما كانجرينوزا دي بس يعني سمعنا اسمها قبل كده كده ايام الالسيراتيف كولايتس والكرونتي ديزيز. الالسيراتيف كولايتس والكرونتي ديزيز لهم علاقه كبيره قوي بالروماتولوجي. لو تفتكروا كانوا برضه لو تفتكروا الايتيولوجي بتاعهم كنا برضه ممكن تكون اوتو اميون، ممكن تكون انفايرمنت، نفس اللي احنا قلناه بالظبط، اوتو اميون او انفايرمنتال او جينيتيك. نعم ايه سيرو نيجاتيف، صح، ليها علاقه بالسيرو نيجاتيف. حاجه اسمها هيرو باسك ارثرايتس واسوشيتد مع الانكيلوزن والكوندرس اللي هنقوله بعد شويه. فكان بيعملوا حاجه اسمها بايوديرما جانجرينوزا ارياس كده فيها باست فورميشن وجانجرين وبتاع، دي حاجه اسمها بايوديرما جانجرينوزا. ممكن حاجات تظهر على السكن نتيجه الفاسكولايتس، ممكن لو البيشنت حصل له باسكولايتس في فينيولز صغيره خالص، فينيولز صغيره خالص، والفينيولز دي قريبه من بعض وشكلهم كتير كده وخطوط كتير جنب بعض، تعمل شكل الشبكه، كان يعني في شبكه، كلمه شبكه باللاتيني اسمها ريتيكولاس او ريتيكولاريس. والفينز دي بيكون لونها ازرق فتعمل حاجه اسمها ليبيدو، ليبيدو يعني ازرق باللاتيني برضه، ليبيدو ريتيكولاريس ده يعتبر سكان مانفستيشن. المهم بيكون في سكان مانفستيشنز كتير. طيب ايه تاني غير السكان؟ ايه؟ غير السكين ده كتره الاي، الاي دي برضه فيها بارتس كتير ممكن تتعصب لك، مش عندنا كورنيا وعندنا سكليره وعندنا مجرمه طيبه وعندنا يوم. ممكن اي واحده منهم نتيجه الانفلاماتوري سيلز كريدكشن كانفلاميشن يحصل فيها ايتس، وممكن حاجات اسوء من كده ممكن يحصل فاسكولايتس ويأثر على الريتنال فيزيكس او يأثر على الاوفسالميك ارتري. في نوع من انواع الفاسكولايتس بس ده هنتكلم عليه بعدين، مش نوع من انواع الفاسكولايتس بيأثر على الاوفسالميك ارتري ويعمل بلايندنس. ممكن البيشنت يكون عنده يوفيايتس، يوفيايتس دي ممكن تعمل او بانوفسالمايتس ممكن تعمل بلايندنس ارتري. فممكن البيشنت يكون عنده روماتولوجيكال ديزيز وعينه تتأثر، مش مجرد انك بتبقى عينه حمراء او ريد اي، لا ده بتكون عنده بلايندنس. واحد اهم البريزنتيشنز بتاعت الروماتولوجيكال ديزيز هي العين، وفي دكاتره درامات كتير شاطرين هم اللي بيكتشفوا الروماتولوجيكال ديزيز. يعني يجي له بيشنت عنده يوفيايتس او سكليرايتس او كونجكتيفايتس، والدكتور مثلا بيقول له طب في حاجه بتشتكي منها عشان يكتب له علاج مثلا حاجه، يقول له يدي له مثلا كورتيزون ولا حاجه او اي حاجه، يساله طب بتاخد علاج تاني بتشتكي من حاجه تانيه، الدكتور يقول له مثلا عندي وجع في ظهري او عندي وجع في كعبي او كده. دكتور الرمد دايما دكاتره الرمد غالبا يعني بيكونوا ايه تقديراتهم عاليه وشاطرين فيكونوا مذاكرين كويس، فيقول له اه ده انت عندك حاجه في الرمد. مش عارفين لما دكاتره الرمد بيجرحوا ماجستير بتقلل الضغط؟ ايوه هما عشان عمالين بيكتبوا والشباك مقفول ف او تقريبا القعده جنب الشباك حتى الاوضه في الدرجه يعني. المهم عارف دكاتره الرعب وهم بيمتحنوا ماجستير جزء من امتحانهم بيكون امتحان باطل،
لازم يمتحنوا بطن عملي وشفا في امتحان الدراما بتاع الماجستير، يمتحنوا بطن على حالات زي اللي انتوا خدتوها على سنه خمسه. ايه؟ علاقه خدها هتعرف دلوقتي. لما بييجوا يسالوهم بيسالوهم في الحاجات اللي في البطنه اللي ريليتد ليهم. دكتور رمض لا ريليتد، ايه الحاجات اللي في البطنه ريليتد ليه؟ كل الحاجات اللي في النيورو اللي ريليتد للايه؟ للاوكيلو موتور او الاوبتيك نيرف دي ريليتد للرمض وريليتد للبطن. كل الروماتولوجيكال ديزيز ريليتد ليهم، يعني انا اصحابي اللي دخلوا شافوا اتسالوا في ايه؟ في روماتولوجي. لان في امراض كتير بتاثر على العين، في امراض تعمل يوفيتس، وفي امراض تعمل كونجكتيفايتس، في امراض تعمل ساين سادن بلايندنس. البلايندنس ده لما يجي واحد يجي له بلايندنس هيروح مين؟ الدكتور الرمض. لازم الدكتور الرمض يكون عنده خلفيه عن الامراض السيستميك اللي بتاثر على الاوردن بتاعه. هي دي المشكله بقى اللي بتقابل في مصر. واحد ياخد سبيشال بيفكر في السبيشالتي بس، لا دكاتره الكليه دول السكين ده دكاتره بيظهر عليه حاجات كتير قوي ليها علاقه بالسيستميك ديزيز. لو الدكتور جلديه شاطر بيبقى مراجل محترم وبيمنع بلاوي كتير. الدكتور جلديه مش شاطر زي ما هنتكلم فيه بعد في امراض كتير تلاقي البيشنت بادئ معاه الموضوع بقلوش قلوش، يقوم مديله كريمات لتقويه الشعر. طب ممكن تكون قلوش دي بسبب سيستميك لوبس، وتقعد تتعالج بحاجات كريمات لحد ما يجيلها ليها الفيلر. بيشنت تاني عندها هايبوثايرويديزم جالها قلوش، يقعد يعالجها بكريمات. طب مش واخد بالك ان وزنها تقيل شويه، عندها ما سالتهاش خدت منها هيستوري عشان تعرف ان عندها كونستيبيشن، هتحس ان درجه قلبها سريعه وعندها نسبه الدهون عاليه هايبركوليسيميا. عشان كده حتى هذه اللحظه التخصصات العامه ليها بعض الاهميه. يعني تخصص البطن العامه ده تخصص مش حلو، بس لو في واحد بطن عامه شاطر، مش انا قلت لكم يعني لما حد بيحتسوا معاه بيقول له دكتور البطن الشاطر. عشان كده دكتور البطن الشاطر عيادته بتبقى ايه؟ ما شاء الله شغاله. المهم في اي من تخصص مش حلو، تخصص مش حلو لان هو عارف يعني عارف حاجه عن كل حاجه بس مش عارف كل حاجه عن حاجه. بس بتوع السبيشال للاسف ما يعرفوش كل حاجه حتى عن الاورجان بتاعهم، لان احنا المفروض نعرف الاورجان بتاعنا والسبيشالتي بتاعتنا وعلاقه السبيشالتي بالتخصصات الثانيه. السبيشال مش هيجي له يعني البيشنت مش هيجي يلاقي اورجان معين. زي ما كنت لسه بحكي لكم على البيشنت اللي جالها كونفالجن، الدكتور قال لي علاجها من كونفالجن، طب ايه سببه؟ دي واحده سنها صغير ما خدت ما اتخبطتش في دماغها ما عندهاش هيستوري وهي صغيره ان جالها كونفالجن. الكونفالجن بيرجع تاني للكرم وهي ليها علاقه بالحمل وبتاع، حاجات كلها تدل ان اي دكتور بطنه يسمعها يعرف، اي دكتور بطنه يسمعها او الماتولوجي يعرف انها سيستميك لوبس. دكتور النيورو لا فكر في النيورو بس. المهم عندنا غير الاي دكاتره الليمف نود، هل الليمف نود كمان ممكن تتاثر؟ البيشنت في معظم بيحصل لهم جنرالايز الليمف نود، ممكن يحصل معاهم سبليم ونجل خصوصا الفيردي سندروم. يبقى تاني دكاتره احنا كنا بنتكلم عن الكلينيكال بس بتاعت اي مرض روماتولوجي، احنا ما بنتكلمش عن مرض معين دلوقتي، بنتكلم عن اي مرض روماتولوجي. اي مرض روماتولوجي عندنا الكلينيكال بيكشر بتاعته كبيره جدا، بنقسمها لاربع عناوين، اربع حاجات. اول عنوان تايب اوف بيشنت، لازم نكتب المرض ده اكتر في الرجاله ولا اكتر في الستات؟ وطبعا معظم الامراض بتكون اكتر في الستات. نكتب سن البيشنت لو احنا نعرفه، ونكتب ده بالنسبه للتايب اوف بيشنت. بالنسبه لكلمه جنرال الحاجات اللي هي الايه؟ فاهم الفيفر والكلام ده. الارتيكولر نوصفه بطريقتين، الطريقه اللي احنا عايزينها، يا اما نوصف الاول البيشنت اللي عنده ارثرالجيا ولا ارثرايتس، حاجه اسمها ديسكريبشن، او ديستريبيوشن عايزين نعرف هو كام جوينت افكتد، بايلاترال ولا يونيلاترال، سيمتريكال ولا اسيمتريكال، جاي في البريفرال جوينت ولا في السمول جوينتس، ويوسف ديزيز ولا نون يوسف ديزيز. عايزين نعرف هو في ديفورمتي ولا مفيش ديفورمتي، وعايزين نعرف في ديسكريبتي ولا مفيش ديسكريبتي. بالنسبه للاكسترا ارتيكولر اي سيستم نفتكره نتكلم عنه، بس يكون يفضل يعني نتكلم عن الحاجات السبيسيفيك. بالنسبه للانفستيجيشنز لو طب قبل الانفستيجيشن فرضا كان سؤال بقى اسمه كومبليكيشن، مساله الكومبليكيشن نختار من كل كاتيجوري. انا كاتب شويه حاجات هنا وشويه حاجات هنا وشويه حاجات هنا، اي حاجه تقيله او اي حاجه سيريس نحطها في الكومبليكيشن. يعني هنا مثلا النون افكت اندوكاردايتس والاسكيميك هارت ديزيز، في الشيست الاي بي اف، او بعض على فكره الاي بي اف ده دكاتره ممكن يعمل كوربان هناك. بعض الحالات بيجي لهم كمان ريسبيراتوري فيلر بسبب حاجه اسمها هارتس او مانكارديجيني بالمونري دي، الكدني رينال فيلر، السي ان اس ستروك. مش هنكتب الكارب والتر انت كومبليكيشن، الكارب والتر مش هيعتبر ما تطورش مرض عنيف يعني. الاي بلايندنس، السكين جانجرين مثلا، وهكذا نختار الحاجات الاي اس بي ونكتبها. بس ما فيش سؤال يعني مشهور قوي اسمه كومبليكيشن. في سؤال بقى
هتسقط في الشفا وكده يقول لك كوز اوف ديس، ايه اللي موت ايه اللي يموت العيان ده من المرض. فنفكر بالحاجات اللي سيريس هنلاقي اكيد في اسباب. طيب بالنسبه للانفستيجيشنز ممكن كده وممكن كده. المايكرو انفيرون ممكن تحصل مع ده وممكن تحصل على ده. بيعرفني بقى هي بسبب ده ولا بسبب ده بايوبسي مثلا. مثلا يعني ايه انا من الناس المبذرين يعني بصرف بدون حساب، بس في حاجات بتضايق نور منور في حد مش قال ليه منورين البلاط حرام. ممكن اروح اجيب اكل مثلا ب 500 جنيه مش مشكله، بس هو اي حاجه اكلتها انما اسمه ايه ده لمبه منوره من غير سبب تكييف مفتوح والباب لا ده ساعات بيبقى التكييف شغال والباب مفتوح ومفيش حد قاعد بتعب. الانفستيجيشنز وعلى فكره كمان الدكاتره الموضوع حاجه شرعيه يعني المفروض كان في حديث او حاجه كده ان احنا ما نصفش الماء حتى لو انت يعني على ظهر رجالي يعني لو انت حاجه كده يعني حتى يعني انت بتتوضى حتى ما تبقاش مصر انت بتتوضى يعني شوف حاجه التكييف ايه سمعت ولا عايز تنام؟ والله هو من احد الاسئله ممكن افتح الشباك اصلا. طب ممكن تعمله كام؟ 22؟ والله العظيم انتم حاسس انا ما اعرفش برضه في القاهره نفس الفكره كده. شغل التكييف يورو قللوه، ما تشغلوش يورو شغلوه. والله شوف انت حظك بقى مش عارف ايه. كده هاب 24 هاب يعني سبحان الله لما ربنا يدينا نعمة مش عارف كلهم ولا والسنتر ده بيبقى 5 جنيه صح؟ هو قال لو طولته اكتر ساعة مثلا 6 او 7 حاجة. طب ما الواحد ممكن اصلا هو مع اي مشوار وحس بالحر يجي يدفع 6 جنيه ويقعد شوية هنا وخلاص. احنا ساعات بندخل نسأل على حاجه في المحلات عشان ونقعد طب وريني دي كده طب ايه دي عشان التكييف ده وساعات بيبقى معاهم الحمد لله على نعمه التكنولوجيا. الانفستيجيشنز الدكاتره دي برضه نعم ان احنا بنستخدم التكنولوجيا. الانفستيجيشنز عندنا كذا كاتيجوري كده في الانفستيجيشن. عندنا انفستيجيشنز لا ممكن نقسمها بكذا طريقه. ممكن نعمل انفستيجيشن زي ما احنا متعودين فور دايجنوزس فور كومبليكيشن وفور فول اب وكده وفور ايه ارتكلر او اكسر ارتكلر. وممكن نعملها انفستيجيشن نقسمها على حسب نوع الانفستيجيشن. ممكن نقسمها لابوراتوري وايميجن. واللابوراتوري دي نقسمها لحاجات روتين حاجات روتينيه يعني وحاجات نون سبيسيفيك. احنا نفرش وننام بقى تفرق واحد سبيسيفيك. حتى الايمجنج ده كده الايمجنج ده ممكن نعمل ايمجنج للجوينت نفسه للجوينتس وممكن نعمل الحاجات الاكسترا ارتكلر. وما ننساش فور كومبليكيشن لو كان في حاجه فور فول اب نعمل ماشي. هي حاجات بقى ايه روتين زي ايه الحاجات اللي احنا بنعملها روتين في اي حاجه سي بي سي كدني فانكشن ليفر فانكشن وإي إس آر وسي آر بي. والإي إس آر وسي آر بي منها معظمها أمراض الانتنابات هتكون إيه؟ عالية هتكون عالية ماشي. خدتوا بالكم مركزين أنتوا في الحاجات اللي هي مالهاش علاقة بالموضوع. ركزوا في الموضوع.
والله ده جميل، ده ما شاء الله انت كده شكله جديد كمان. ما شاء الله لا قوه الا بالله. وفريش هيفرق عليه، ما مش عاجبكم. وكمان ده انت مش فاتحه بس، كمان الشمس دي بتسخن الجو كمان. المهم الواحد نفسه يشرب كوبايه عصير دلوقتي ويفرق. المهم بالنسبه للدكاتره اللي هي السي ار والسي ار بي وبيكون عليهم في معظم الامراض، ما عدا بس يمكن السيستم فلوبس، السي ار السي ار بي فيها ما بيكونش عادي الا في بعض الاحوال. وده ليه في نظريات كتير برضه. طب امتى يعلى السي ار بي مع السيستم فلوبس؟ لو حصل انفكشن او مع ال ايه؟ كنت كاتبهم؟ السي ار بي ده حاجه اسمها اكيوت فيز ريكت، يعني مش انت تتعرض لانفلاميشن وصور لو حاجه اكيوت يعني يبتدي يعلى معاك كريسبونس للسيستم يسار ويطلع من الليفر. ممكن يعلى كمان غير الانفكشن، يعلى مع البيلوريسي او بيركاردايتس. بيلوريسي او بيركاردايتس في حد ذاته كان انفلاماتوري ديزيز او انفلاماتوري بروسيس، ممكن يعلى السي ار بي. او ممكن البيشنت بتاع السيستم لوبس في حاجه كده في الروماتولوجي او مرض روماتولوجي اسمه ميكس كونكتيف تيشو، او اسمه او مرض شبيه بيه اسمه اوفرلاب سندروم. في الميكس كونكتيف تيشو او الاوفرلاب سندروم البيشنت اللي في حد لسه الموبايل ده ما حدش لسه بص ليه. اللي ممكن يعلى مع الاوفرلاب سندروم، في كلمه اوفرلاب سندروم بيكون عنده كذا مرض مع بعض، او ميكس كونكتيف تيشو بيكون عنده كذا مرض مع بعض فيعلى بسبب المرض الثاني مش بسبب السيستم. بالنسبه للسي بي سي معظم المرض برضه بيكون فيها تي ام سي عالي او توتال اكسيدد كاونت عالي ما عدا برضه السيستم. الكيدني فانكشن بتشوف المرض ده اثر على الكيدني فانكشن، سواء المرض نفسه او الدراجز بتاعته ولا لا، والليفر نفس القصه. اي بيشنت هياخد علاج روماتولوجي، اي بيشنت هياخد علاج روماتولوجي لازم اعمله قبل العلاج انفستيجيشنز. ليه بعمله قبل العلاج انفستيجيشنز؟ لان العلاج ده ممكن ياثر على البون مارو، ممكن ياثر على الليفر، ممكن ياثر على الكيدني، فلازم اكون عارف الليفر اخباره ايه، الكيدني اخبارها ايه، والبون مارو اخباره ايه، عشان ما تديلوش حاجه تزود المشكله اللي عنده اصلا. وبرضه بعمل بعد كده مونيتورنج او سكريننج لاي مشكله قبل ما عشان الحق ارجع سيت مره. الدواء بيعمل بوم مارو ديبريشن، يبقى لازم اتابعه بالسي بي سي. مرض يبقى توكسيك لازم اتابعه بالليفر انزايم والليفر فانكشن. مرض نيفرو توكسيك بتابعه بيه الكدني فانكشن. طيب حاجات نون سبيسيفيك، كيف نوصل بكلمه نون سبيسيفيك وسبيسيفيك؟ عايزين كده يعني نتكلم عن معلومه انتوا اعتقد عارفينها بس لازم ناكد عليها دلوقتي. حاجه اسمها اي انفستيجيشن سنسيتيف وانفستيجيشن سبيسيفيك. ايه الفرق بين كلمه سنسيتيف كلمة سبيسيفيك؟ نبتدي بكلمة سبيسيفيك سهل. كلمة سبيسيفيك يعني لو موجود يدل على مرض معين، ما بيبقاش موجود غير مع مرض معين هو خاص بيه سبيسيفيك دي. بس مشكلة السبيسيفيك بقى ايه؟ معظم حالات السبيسيفيك ان هي مش موجودة في كل الحالات بتاعت المرض ده. ماشي دكاترة؟ كلمة سبيسيفيك يعني لو موجود اشخص بيه، بس مشكلته ايه؟ ان هو مش موجود في كل الحالات. طيب السنسيتيف موجود في معظم الحالات بس موجود في امراض اخرى. موجود في معظم الحالات يعني سنسيتيف، موجود في معظم الحالات يعني سنسيتيف، موجود في حاجات ثانيه يبقى نوت سبيسيفيك. ماشي. طب امال احنا ليه بنعمل السنسيتيف بما ان هو مش سبيسيفيك؟ ليه بنعمل السنسيتيف؟ لو قلت لكم مثلا ان في تحليل اسمه انا وده سنسيتيف جدا في السيستم جلوبس، تقريبا من 95% من الحالات عندهم بوزيتيف انا. ايه اهم، بس هو موجود بيعلى في حاجات امراض تانية كتير. ايه اهميه ان انا اعمل الانا البيشنت شكيت ان هو عنده سيستم فلوبس؟ الله ينور عليك. فور اكسكلوجن، لو لقيته نيجاتيف يبقى ده مش سيستم، يعني لو لقيت الانا ده نيجاتيف يبقى البيشنت ده مش سيستم فلوبس. دايما بنعمل حاجات السنسيتيف فور اكسكلوجن، بنعمل حاجات السبيسيفيك فور دايجنوستس. ماشي. بس هتبقى عندي مشكله، عارفين السبيسيفيك دول نفسهم السبيسيفيك قلت لكم مش موجود في كل الحالات، وحتى لو موجود في امراض كده قلت لا مش 100% يعني ممكن موجود في حاجات ثانيه مش سبيسيفيك 100%. الحاجات اللي مش سبيسيفيك 100% الامراض اللي ما فيهاش سبيسيفيك انتي بودي 100% هلجا لحاجه اسمها كرايتيريا. الكرايتيريا دي بقى بتبقى فكرتها ايه في الانفستيجيشن؟ ان انا اشوف المرض ده صورته بتيجي ازاي ككلينيكال بيكتشر وكانفستيجيشن. الكلينيكال بيكتشر بتاعته اخبارها ايه، الديستريبيوشن بتاعه عامل ازاي. لو لقيت البيشنت الانفستيجيشنز ماشيه مع التايب اوف بيشنت، ماشيه مع الكلينيكال بيكتشر، ماشيه مع كل حاجه، يبقى اقدر اشخص بحاجه اسمها كرايتيريا. ماشي. انما لو انا عندي سبيسيفيك انتي بودي 100% موجود في الحالات ومش موجود معايا حاجه ثانيه ولقيته يبقى اشخص بيه.
ماشي. ففي امراض ممكن استخدم الانفستيجيشن فقط، في امراض السبيسيفيك السبيسيفيست بتاعتها مش 100% فبستخدم حاجه اسمها كرايتيريا. ماشي، ده بالنسبه للايه اللابس والحاجات بقى السبيسيفيك دي اعملها مع كل مره. بالنسبه للايمجينج بعمل ايمج للجويت، عايز اعرف ايه من الايمج ده، في ايروجن ولا مفيش ايروجن، في ديفورميتي ولا مفيش ديفورميتي. بعمل حاجات للاكسرا ارتكلر، الاكسرا ارتكلر زي اللونج مثلا، عايز اعرف فيها فايبروز ولا مفيش فايبروز، فيها بلور فيوجن ولا مفيش بلور فيوجن. اعمل ايمجينج للهارت اللي هو الايكو، اشوف فيه بلمونر هايبرتنشن هيبوكارديتس وبريكاردال فيوجن وهكذا. فبعمل ايه؟ ايمجينج للحاجات الثانيه. فاكرين راح من عند لسه بحكي لكم عليها، عملنا ايمج، عملنا بسونار على الكلى لانها على طول فايض، حاجه كانت حاجه صعبه وسعيده. الله يمسها بالخير بقى عايشه. ماشي يا كابتن، ده بالنسبه لايه؟ للنفسيه. بالنسبه للتريتمنت، التريتمنت بتاعنا بصراحه مش ثابت قوي في كل الامراض، بس هو بيتقسم لحد يعني هنتكلم عنه. مين يتكلم؟ هنتكلم اقول لكم المرض ده علاجه شبه الروماتويد ارثرايتس، المرض ده لا علاجه شبه السيستميك لوبس، وهما الاثنين مختلفين شويه. السيستميك لوبس مختلف شويه عن الروماتويد ارثرايتس. والفكره فيهم يا دكاتره، الفكره فيهم علاج الروماتويد ارثرايتس مش بنعتمد على الكورتيزون، علاج السيستميك لوبس بيعتمد جدا على الكورتيزون. طب ايه اللي يخلينا في مرض زي السيستميك لوبس نعتمد على الكورتيزون والروماتويد ما نعتمدش على الكورتيزون؟ الروماتويد ارثرايتس ده ايروسيف ديزيز، واي ايروسيف ديزيز يعني بيعمل في العظم، بيبوظ العظم، بيكسر في العظم، بيعمل حاجه اسمها اوستيوبيني، بيبقى في العظم. طب الكورتيكوسترويد من السايد افكت بتاعتها ان هي بتعمل اوستيوبوزس واوستيوماليش، بتكسر العظم. فلو المرض بتاعي ايروسيف ابعد شويه عن الكورتيكوسترويد. طب لو المرض بتاعي العظم فيه سليم ادي كورتيكوسترويد براحتي. عشان كده لو المرض ما يعني ما فيهوش ايروجن ولا فيه ديفورمتي ولا فيه حاجه، بدي بعتمد اساسا على الكورتيكوسترويد. عندي حاجه كده برضو يفضل ان انا اكتبها لما اجي اتكلم عن تريتمنت لاي مرض، اي مرض عايز اتكلم عن التريتمنت بتاعه، اكتب في الاول كده حاجه اسمها ايه اوف تريتمنت. انا ايه الهدف بتاعي من علاج العاده ده؟ اول حاجه اقلل الوجع، مش انت عنده وجع اقلله، بس مش ده الهدف الوحيد، لازم اقلل الوجع واقلل البروجريشن بتاع المرض. ليه بقلل البروجريشن بتاع المرض؟ عشان مش ما يوصلش للديفورميتي، ولازم اعمل ريفلكس او امنع او اقلل الديسابيليتي، ده الهدف بتاعي. يبقى لازم اقلل الوجع، اقلل الالم، ريديوس بين، اقلل البروجريشن بتاع الانفلاماتوري بروسيس، ولازم امنع الديسابيليتي. البيشنت اللي بيتعالج بمسكن بس بيوصل للديفورميتي، هتلاقي الوجع ارتاح ويوصل للديفورميتي. عندنا في مصر او يعني في اماكن كتير، ما اعرفش عندكم الكلام ده يبقى كومن قوي في الزقازيق ولا، بس اعتقد ان هو بيبقى قليل عن القاهره يعني. بتلاقي واحد في سنه رابعه او خمسه او سته اشترى كتاب كده اسمه انتيازولوجي او جوتاتولوجي، كتب كده تسمع عنها قديم. الكتاب ده بيكون مكتوب فيه شويه اعراض وروشتة جاهزه، اعراض وروشتة جاهزه، واخد الكتاب ده مذاكره ويذاكره كويس بقى، ده اكل عيش بقى مش دراسه، يذاكره ويحفظه، ويكون او يكون اشتغل شويه في صيدليه ويقعد في عياده. يجي له حد عنده اعراض الروماتويد، الروماتويد ده بيبقى اعراضه ايه؟ واحد عنده، هنتكلم عنه دلوقتي بالتفصيل، بس واحد عنده وجع في المفاصل، يقوم الدكتور ده عامل له ايه؟ مديله مسكن. قال له انا هاخد المسكن هيرتاح، لما يرتاح مش هيروح يكشف تاني ومش هيعمل انفستيجيشنز تانية، يفضل كل ما يوجع يتوجع ياخد المسكن، يتوجع ياخد المسكن، والانفلاماتوري بروسيس شغال. هو صحيح اسمه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، بس مش قوي لدرجه ان هو يوقف البروسيس بتاع الموضوع الارثرايتس. فبالتالي البيشنت بعد شويه ايه؟ ابتدت ايده يحصل فيها ديفورمتي. يجي بقى وهو عنده ديفورمتي هياخد العلاج عشان يقلل زياده الديفورمتي، بس الديفورمتي بتكون حصلت خلاص. يبقى انا مش بقلل الوجع بس، لازم اقلل الوجع وامنع البروجريشن. ماشي يا دكاتره، ولازم اعمل انفستيجيشن. البيشنت رفض، بقول له انت لازم تخوفه، بقول له انت لازم تعمل انفستيجيشنز دي الفحوصات دي، عشان لو اصل البيشنت ممكن يرفض عشان ما معهوش فلوس، وهياخد المسكن هيرتاح. يقول لك يا عم انا بتوجع لي دماغي ليه؟ تقول له لو انت ما عملتش الموضوع ده هياثر على اكل عيشك، هتقعد في البيت. ست مثلا هتقول لها مش هتعرف تشتغل في البيت ولا هتعرف تطبخ لجوزك وعيالك، فلازم ايه؟ تخوفهم عشان يعملوا الانفستيجيشن عشان تمنع الديسابيليتي. ماشي يا دكتور. بالنسبه للدكتور، بالنسبه للتريتمنت، لو احنا لو في دواء مهم نكون عارفين الجرعه بتاعته وعارفين السايد افكت بتاعه وعارفين بنستخدمه ازاي. عايزين نتكلم عن الروماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس مش هياخد مننا وقت طويل عشان احنا يعتبر اتكلمنا تقريبا كلمه روماتويد ارثرايتس او مرض اسمه روماتويد ارثرايتس، ده اهم مرض في الروماتولوجي،
واشهر مرض في الروماتولوجي واشهر مرض في عملي في الروماتولوجي روماتويد ارثرايتس. حتى لو انتم ما شفتوش حالات روماتويد ارثرايتس كتير شفتوا سيستميك لوبس بتاعه وسيستميك لوبس كتير برضه. بس السيستميك لوبس مش حاجات كومن قوي في الامتحان ان البيشنت بتاع السيستميك لوبس ما بيكونش ظاهر عليه اي حاجه كلينيكال كلها حاجه بتكون هيستوري بس. مش انت بتعرف ضد اساس لو حبينا نحط ديفينيشن اقول تايب اوف ميكس كونكتيف تيشو ديسوردر او سيستميك انفلامات كرونيك سيستميك انفلاماتوري ديزيز كاركترايزد باي ارتيكولار اند اكسترا ارتيكولار مانيفيستيشن. لو احنا حبينا نحط تفاصيل اكتر في الديفينيشن ماشي، ما حبيناش نحط تفاصيل وقلناها في الكلينيكال ديفينيشن بس يفضل ان انت تقول شويه حاجات كده ايه توصف الروماتويد ارثرايتس. احنا قلنا ارتيكولار بقوم تلاقي ايه affecting small joints peripheral more than central او starting in peripheral joint poly arthritis bilateral and symmetric. انا كده اعتبر وصلت المرض. بيجي poly arthritis بيجي bilateral symmetrical وفي small joints وبيمشي من small ليه الاكسل. ده انا كده تقريبا خلصت الكلينيكال بيتش الجزء بتاع الديستريبيوشن وقلت ديسكريبشن ان انا قلت كلمه ارثرايتس ويذكر وزود ديفورمتي بقى على حسب الايه البيشنت ونصيفه. انا كده اعتبر اتكلمت عن الديفينيشن وكمان قلت الكلينيكال بيكتشر وما خدتش مني سطر. طب بالنسبه للايتيولوجي نفس الكلام، ممكن يكون اوتو اميون ممكن يكون فيروس انفكشن ممكن يكون جينيتك بس هو الاغلب ان هو حتى وقتنا هذا هو اوتو اميون. في البيشنت ده دكاتره البيشنت بيبقى عنده ابنورمال ريسبونس او للجهاز المناعه بتاعه وبينتج عنه اكتيفيشن للتي ليمفوسايت. الاكتيفيشن بتاع التي ليمفوسايت بتنتج انتي بوديز. الانتي بوديز دي بتكون عباره عن اميونوجلوبين. الاميونوجلوبين دي بتكون ديفورمد. كلمه ديفورمد مش مقصودها ديفورمد في الشكل، ديفورمد في الترتيب او مش اميونوجلوبين طبيعيه. فلما ينتج في الجسم اميونوجلوبين مش طبيعيه دي بالنسبه لنا تعتبر انتيجين. طب كونها انتيجين جسمنا بيطلع لها انتي بوديز. الانتي بودي اللي بيطلع ده اللي بيطلع ده اسمه روماتويد فاكتور. يبقى انا لو بعمل تحليل لبيشنت ولقيت روماتويد فاكتور اقول اه يعني ده غالبا عنده ابنورمال اميونوجلوبين. ماشي. غير الاكتيفيشن بتاع التي لينفوسايت بيبقى برضه فيه انفلتريشن لاماكن كتير في اللينفوسايتس ودي بتعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها لايزوزومال اكتيفيتي. اللايزوزومال اكتيفيتي ده دكاتره بتعمل كده بتأثر. ده بالنسبة لإيه؟ للإتيولوجي أو جزء من الباثولوجي. الباثولوجي ما بيحصل على ثلاث مراحل. بيجي مثلا في الجوينت، جوينت أهو. الجوينت ده بيكون الطبقة الأخيرة فيه كده اسمها كارتيج. والطبقة دي بيبقى فيها كارتيج. الجزء ده اللي عليه كارتيج اسمه إيه؟ البون. اسمه أرتيكولار سيرفيس. الجزء من البون اللي بيشارك في الجوينت اسمه أرتيكولار سيرفيس. والجزء ده اسمه اللون احمر شويه ده اسمه ايه؟ كارتريدج. والكارتريدج ده بيكون وظيفته ان هو يخلي العمليه ايه؟ ناعمه وجميله وطريه. مش عارف كلها ناعمه وطريه كلها. طب ده اسمه ساينوفيال ممبرين وفي النص ده ساينوفيال فلويد. اول ما بيحصل افكشن اول مرحله خالص بيحصل افكشن في الجوين بيحصل مرحله اسمها ساينوفايتس. ساينوفايتس يعني انفلاميشن في الغشاء ده يحصل فيه سيجن يبتدي يدفع شويه وقتها البيشنت هيشتكي باعراض. البيشنت هيشتكي ساعتها باعراض اسمها ايه؟ ارثرايتس بين والكلام ده بسبب انفلاميشن في الساينوفيال ممبرين. دي اول حاجه بتحصل. بيحصل انفلاميشن في الساينوفيال ممبرين وممكن تلاقي الجوينت نفسه وارد. لما بيحصل انفلاميشن سويلينج الساينوفيال والسوفت تيشو السكين والسبتنس تيشو الحاجات دي تلاقي ويرمن شويه فتلاقي الجوينت نفسه ويرمن. دي مرحله اسمها ساينوفايتس ودي اول مرحله. ثاني مرحله نرسم نفس الرسمه. بيحصل حاجه اسمها بانس فورميشن او نيو كابيلرز او نيو فيزلز. السويلنج ده او الانفلاميشن ده دكاتره مش هيقف بس عند الساينوفيال. الانفلاماتوري سيلز هتزيد جدا تزيد جدا وتيجي لما تيجي في الحته دي هتاثر على حاجتين. هتاثر على الكارتليج تكسر الكارتليج ده تخلي السيرفس ده بقى رف سيرفس وتكسر البون اللي هنا. البون اللي هنا ده ايه؟ جنب الجوينت. تخلي البون ده ضعيف. كلمه بون ضعيف يعني اوستيوبينيا.
طب البون ضعيف جنب الجوينت، دي حاجه اسمها بيري ارتيكولار كوستيوبين. لو احنا بنبص على اكس راي نلاقي المفروض العظم دي بقى ابيض، نلاقي الحته دي ايه سودا شويه، دي حاجه اسمها بيري ارتيكولار كوستيوبينيا. واكيد اكيد خدتوا اكس راي، في الاكس راي من اوائل الحاجات اللي بتظهر في الاكس راي بتتفرج عليها دكتور الوظائف شيست وهارت. طب ما انتوا انتوا كلها جميل اهو ده كلها جميل. ما انا هقول لك بحاجه انتوا تتبسطوا ان انتوا ما خدتوش غير هارت وشيست بس. وانتوا ما حضرتوا بس هتتكلموا فيها؟ اه دي حاجه عظيمه كده، يبقى حاجه عظيمه. عشان ممكن انا ابعت لكم بي دي اف او باور بوينت كده لو شفتوه معنا هتستفيدوا ان شاء الله. ابعت لكم على الجروب بتاع الواتس الصلاه بارك منزل. بيري ارتيكولار اوستيوبين، بيري ارتيكولار اوستيوبين يعني العظم هنا تلاقيه ابيض شويه. في الباور بوينت اللي هديلكم هتلاقوه مشاور بقى سهم كده ومش عارف ايه وبتاع. يبقى المرحله هو ايه حصل هنا؟ ايروجن. ايروجن يعني التكسير، حصل ديستراكشن في الكارتريج واوستيوبين. المرحله الثانيه اللي اسمها ايروجن او اسمها بانس فورميشن. طيب المرحله الثالثه هيحصل بقى الجوينت هيتاثر. الجوينت هيتاثر ازاي؟ هيتعمل كده. الحته دي بقت انفلام ودي انفلام، ولو في هنا كمان تندونز هيحصل فيها انفلاميشن، هيحصل ديستراكشن في الكارتليج ده وديستراكشن في الكارتليج ده، والعظم ده هيبقى ضعيف ويحصل سبلكسيشن او ديستراكشن. ده العظم بقى شكل الجوينت بقى شكله غريب. بصوا يا كتر على صباعي ده كده مثلا، صباعي ده يحصل شويه انفلاميشن الحته دي ويب مثلا، اذا كان الجوينت هنا افكتد او هنا تلاقي الحته دي ويب شويه. بعد ما تورم شويه الكارتليج يتكسر، اجي احرك الاقي احرك العظم بيحتك ببعضه من حاجه اسمها كريبتس مقطعه، وبعد شويه يحصل ديفورمنت تلاقي السرعه عندك ماشي. ده ديفورمنت بيحصل على فكره فيها او بتوع الارسنس. يبقى اول مرحله الساينوفايتس، بعد كده بنص فورميشن او ايروجن، وبعد كده ديفورمنت ماشي. احنا بقى كدكاتره، احنا كدكاتره على فكره الاكس راي بتاع الروماتويد ارثرايتس ده مهم جدا والله يا دكاتره، بس هو بصراحه مهم للمختصين في الموضوع. يعني ليه مهم؟ انت جالك بيشنت انت شكيت ان هو روماتويد ارثرايتس فطلبت له تحاليل وطلبت له اكس راي صح؟ لازم انت كدكتور تكون عارف، لازم انت كدكتور تكون عارف ازاي تشخصه في الاول. يعني ازاي لما تلاقي فيه شويه سويننج للسوفت تيشو، شويه اوستيوبينيا بيري ارتيكولار اوستيوبينيا تشخص. مش لازم العيان يجي لك ايده عامله كده عشان تقول ان هو روماتويد. فاهمين قصدي؟ انتوا عارفين اكس راي بقى حتى اللي انتوا هتلاقوه في الكتب او اللي احنا بندرسها في سنه خمسه وكده، تلاقي واحد ايده عامله كده، جايب لك في الاكس راي ايده واحد ايده عامله كده. طب ما هو لو واحد اعمى هيعرف ان هي روماتويد ارثرايتس؟ المفروض الطالب او بلاش الطالب، الدكتور يكون عارف يشخصها بدري. عارفين كلمه بيري ارتيكولار اوستيوبينيا دي بتيجي ام سي كيو؟ بيري ارتيكولار اوستيوبينيا يعتبر ايرلي فايندنج في الاكس راي، سويلنج في السوفت تيشو وساينوفايتس ايرلي فايندنج ماشي. انما ديفورمتي لا مش ايرلي فايندنج طبعا، ولا الديستراكشن ده ولا الايروجن ده، انما الاوستيوبينيا بتظهر بدري عشان كده مهم على فكره. ده بالنسبه للباثولوجي. طب بالنسبه لبقيه الجسم بيتاثر بايه؟ زي ما اتفقنا قلنا بيتاثر يا اما بفاسكولايتس يا اما بديبوزيشن اللي بينهم كومبلكس، فبيعمل في الجسم مشاكل كتير. نتكلم عن الارتيكولار جوينت الاول ولا الاكسترا ارتيكولار جوينت الاول في الكلينيكال بيكتشر. ده مرض ايروسف يعني مشكلته اكتر حاجه ايه؟ يعني نتكلم عن الارتيكولار. نتكلم اول عن تايب اوف بيشن. تايب اوف بيشن ده مرض بيبقى اكتر في الرجاله في الستات. بيجي في الاثنين، بيجي من اكتر فيميل، بيجي في الستات اكتر. طيب ومش ما بص على كده مره عشان نكون متفقين، معظم الامراض بتيجي في الستات اكتر. امراض قليله قوي في الروماتولوجي بتيجي في الرجاله اكتر. الامراض اللي بتيجي في الرجاله اكتر ممكن الانكيلوزي ديزموندرايتس والجوت والرايتر ديزيز و الرايتر ده سيرو نيجاتيف، واحد من السيرو نيجاتيف ديزيز بيحصل فيه
ارثرايتس و وورد انفلاميشن في اليوريسا ارثرايتس و بارانايتس و ممكن سيستايتس. عارفين يعني ايه بارانايتس؟ او شان ايه بارانايتس؟ مش مشكلة مش مهم نعرفه. و سيستايتس سيستايتس انفلاميشن في البلادر ويوريسترايتس يعني انفلاميشن في اليوريسترا. الجزء بقى اللي ريليتد مع انفلاميشن البينس اسمه بارانايتس. تايب اوف بيشنت بيكون في ميل اكتر وفي ميدل ايج. بالنسبه للارتيكلر نفس الضغط معنا نتكلم عن الديسكريبشن. يعني هتلاقي حتى لو حد يكون بيذاكر في كتاب الدكتور موافق هتلاقي كاتب الديستريبيوشن الاول. خلينا نتكلم عن الديسكريبشن الاول معلش عشان نقول هو ارثرايتس ولا ارثرايتس. حتى لما نيجي نكتب في الديستريبيوشن هو بولي ارثرايتس ولا بولي ارثرايتس هو بيكون طبعا ارثرايتس في كل علامات الانفلاميشن. ده مرض يروس فاكيد ايه في انفلاميشن. طيب بالديستريبيوشن بولي ولا مونو ولا اوليجو؟ بولي ارثرايتس. كلمه بولي ارثرايتس يعني اكثر من اربعه. وخلي بالكوا دكاتره ان دول مثلا هو بيأثر على دول بنعتبرهم جوينت واحد. ده وده 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 يعتبر جوينت واحد. مش ده واحد اثنين ثلاثة أربعة كل ده يعتبر جوينت واحد. طيب نتفق بس على أسامي الجوينتس بقى قبل ما هي نكمل يعني. الجوينت ده اسمه دي أي بي. ديستال إنتر فالنجيال جوينت وليس فالنجيال. في دكاترة تقول لك إيه ده ديستال إنتر فالنجيال لا فالنجيال فالنجيال ده بروكسيمال انترفيرنس فالنج. ده ميتاكاربو فالنج ميتاكاربو العظم ده وفالنج العظم ده ده اسمه ميتاكاربو فالنج وده اسمه ريست. وبعد كده ايه وشولدر. على ذكر الاور ليمب في جوينت كمان بيعمل حركه اسمها سوبرينيشن او بروكسيمال الراديو المر جوينت. لا الريست ولا الايه اللي بيعمل الحركه دي الريست هو ما اتحركش وبينه ما اتحركش اسمه ريديو ارنر جوينت. طيب بالنسبه للصابع اليمين هيبقى نفس الكلام بس احنا بنقول كاربال بنقول ايه؟ دارسال. الحركه اللي عندنا في الرجل عندنا حركه اسمها ايفيرجن وانفيرجن. ايفيرجن يعني رجله تطلع لبره يعني اللي هو يفتح رجله عامله كده اسمها ايفيرجن. انفيرجن يعني رجله تعمل كده. الجوينت المسؤول عن الايفيرجن والانفيرجن جوينت اسمه سب تيلر جوينت. هنتكلم عن الكلام ده هنقوله في العملي بقى. الروماتويد ارثرايتس ده كانت مرض بيجي بيعمل بولي ارثرايتس بايلاتري سيمتريك افكتنج مين السمول بيبتدي في السمول وبعد كده بيطلع فيه البريف في الانسيم او في السنتر. كونه بيبتدي هنا وبيطلع كده ده مصطلح كده اسمه سنتري بيتا. سنتري بيتا يعني بيبتدي من البريفر ويطلع في السنتر. طب لو هو بيبتدي في السنتر وبيوصل للبريفر اسمه سنتري فيوجن يبقى ده سنتري بيتا ايه. هل المرض ده معاه ايروجن؟ اه طبعا معاه ايروجن بس لازم يقع. ومعاه ديفورمتي؟ اه طبعا معاه ديفورمتي. ماشي بيبتدي في الجوينت ده. بيبتدي في الجوينت ده. الجوينت ده اسمه ايه؟ بي اي بي. وبيسبير او بي اي بي ما بيكونش فيهم افكشن الا بفرايتيز معينه. اذا كان جاي في سنه صغيره ولا حاجه ممكن الدي اي بي يكون ايه؟ افكشن. ممكن يكون بايلاترال بس حصل هنا في الجوينت ده وفي الجوينت ده وهنا كمان حصل هنا في الليفت حصل هنا وهنا هنا حصل هنا بس يبقى ده بايلاترال بس مش سيمتريك. كلمه بايلاترال يعني عمل افكشن على ناحيه ايه. ممكن يبقى بايلاترال واخد هنا جوينتس اكتر واخد هنا جوينت هي نفس الجوينت دي بس هنا سيفير جدا وهنا مش سيفير مش بنفس الديجري. حصل هنا الاول وبعد كده حصل هنا وبعد كده بعدها حصل هنا ده يعتبر اسيمتريك. انما كلمه نص وكلمه بايلاترال وسيمتريكال يعني نفس الجوينتس افكتد بنفس الديجري وفي نفس الوقت. ماشي. والامراض دي مش كتير. الامراض اللي بتعمل اللي انا بقوله ده ان هي تبقى بايلاترال وسيمتريكال. الامراض المرضين اللي بيعملوا بايلاترال وسيمتريكال هم الروماتويد والسيستميك لوبس. اي حاجه ثانيه بتعمل اسيمتريك. اي حاجه ثانيه بتعمل اسيمتريك. وطبعا لو حاجه عامله مونو مفيش بقى الكلام ده. طيب بتبتدي دكاتره قلنا في البي اي بي وبعد كده تمشي. هل بتاثر على الابر ليب بس؟ لا بتاثر على اللور ليب كمان وتمشي برضه من البريفرال للديستال. هل بتاثر على الاكزيال جوينت وتاثر على السبيشال جوينت؟ اه. اكتر جوينت في السبيشال بتحب تيجي فيه التمبورومانديلار جوينت.
واي دكتور، اي دكتور لما بيلاقي حد عنده وجع في الحته، يلاقي البيشنت عنده وجع في الحته دي، الديبرو مانديبولار جوينت، بيفكر قوي في الموضوع الارثرايتس، بس بعد استبعاد الحاجات الكومن، بعد استبعاد ان هو يكون عصب شويه فبيجز على اسنانه، بعد استبعاد ان هو بياكل حاجات كتير او يكون عنده اي تروما هنا، لازم يفكر في الموضوع ده ان هو بيحب يجي في الجوينت يعني. طب هل بيجي في السيرفايكال او الثراسيك او لو سكر او كده؟ اه خصوصا في السيرفايكال هو بيبتدي ابرز، بس ممكن يوصل للسيرفايكال لدرجه ان هو ممكن ياثر على السيرفايكال، ومن ضمن المشاكل اللي ممكن تحصل مع الرضاعه في الاكس ار تكبر ان يحصل له باره بريش او بوادر بريش، بس دي حاجه متاخره وفي الاول بيبتدي ايه بريف، بس يوصل للسيرفايكال. ماشي يا دكاتره؟ معانا خمسه. طب هنعمل ايه؟ طيب نعمل ايه؟ نصيبنا كده. اعتبري ده هات الساعة اللي عندك في الأوضة. الموضوع سهل، احنا بنتكلم في حاجات سهلة خالص يعني بصراحة. طيب ايه ده بالنسبة لدكاترة الجوينتس؟ ممكن يكون في بقى ديفورمتس. ديفورمتس دي هنعرفها أكتر في الكلينيكال، بس ناخد عنها فكرة دلوقتي. بصوا يا دكاترة على الديفورم بتاع المنظر ده. هنوصفه في فليكشن في الدي أي بي وهايبر اكستنشن في الدي أي بي. فليكشن في الدي اي بي وهايبر اكستنشن في الدي اي بي ده اسمه سوان نيك. سوان كلمه سوان نيك بالعربي ده سؤال شافه في الكليه كان ديسكشن، انت تقول سوان نيك الدكتور يقول لك يعني ايه كلمه سوان نيك بالعربي؟ وسؤال مشهور معرفش ليه. ايه؟ في ناس كتير قوي بتتصرف تقول لك ايه راس البجعه، في ناس بقى تقول لك راس الافعى، لانها سنيك يعني مش بيقولوا راس، معرفش ليه دايما الناس كتير بتقول راس. حد فيكم كان قاعد بيفكر وقال ان هي راس؟ ما عرفش كده. ماشي بقى بدي اتكلم. عرفت سوان ليك؟ الراجل بقى بتاع مين اللي عاملها؟ مين اللي مألفها؟ هي دي مش حكايتي، دي مقطع شعريه. مقطع شعريه؟ مقطع موسيقيه، يا ريت شعريه. هي مقطع موسيقيه، تفكرها في بلد في حته معينه زي بلد البرولوس والمنزله وكده، زي وقت البجع. فيها بجع ايدي كده. ألف. لا انت قلت لي انت تعرفه. طب مين ده؟ ولا مصر ولا بتفوق. واحد اسمه تشايكوفسكي. تشايكوفسكي. انتوا يعني انا ما اعرفهاش انا كمان. هو الاسم يعني حاجه مختلفه عنك. لا لا لا. تشايكوفسكي. تشايكوفسكي. هو اسمه ما يصدقش، هو نفس. لا خلاص اعتبرت نقط بقى وايه ماشي كده حالك عشان لسه في مصيبه ثانيه هقولها لك بقى. طب بصوا يا كابتن ده كان اسمه ايه؟ طب ده اسمه ايه؟ بوتونيل. وكنتوا بتتريقوا عليا ما اسموش بوتونيل، اسمه بوتونيل. ما انا ما عارفش، طب ما الدكتوره خدت فرنسا، انا كنت بقى قلت بقول زيكم بوتونيل، انا عندنا في ازمه راجل بوتونيل عادي. فمره في اكتوبر طالبه من لغه طب مدارس فرنساوي من قدام الحاجات اللي قالت لها اسمه بوتونيير، واكيد ما قالتهاش زي كده، قالتها بطريقه ثانيه. نائب دكتور الاطفال دلوقتي، نائب اطفال الدكتور الله يمسيها بالخير. هي بوتونيير، بوتونيير او بوتونيير ده عكس بسؤال بالظبط. طب كده فليكشن اوف فليكشن، فليكشن اوف فليكشن ده اسمه تريجر فين؟ خدته في الفورنسيك السنه اللي فاتت، البيستر والمسدسات والجرم والحاجات دي. فهو انت بتضرب بتعمل كده صح؟ اللي انت بتزقه ده الزناد اسمه تريجر. وانت بتضرب الزناد وانت بتضرب المسدس، ايدك واخده الوضع ده، ايدك اللي بتضرب الزناد واخده الوضع ده، الزناد نفسه عامل كده عشان المسدس بيبقى عامل كده. فلو في فليكشن وفليكشن ده اسمه تريجر. طيب اي ديفورمتي في الصمت؟ زد شيء. بصوا على الصمت ده كده عامل كده كده، ده يعتبر زد شيء. او بعض الناس يبقى عندهم زي كده كده، ويعني بيبقى في ديفورم كده زي برضه واخد زد شيء. طب لو لقينا بيشنت عنده الصمت عامل كده بس كده، ده اسمه فليكس صمت. ماشي، بس جرت العاده يعني ان احنا نكون ايه زد شيء وخلاص. في ديفورم ثانيه بس مش مشهوره قوي، انا بقولها في العالم. ماشي ده. طيب
ده بالنسبه للبي ان دي فور. هل البيشنت ده بيوصل لمرحله الديسابيلتي؟ اه ممكن البيشنت ده توصل مع مرحله الديسابيلتي، خصوصا الناس اللي بتستخدم صوابع بتوع الموسيقى بتوع الطبيخ بتوع الفلوس عدد الفلوس الطبيعي الناس المصابه اللي هتلاقي البيشنت اللي هم عامل كده يكون عندهم حاجه اسمها ليميتيشن اوف موفمنت، ما يعرفوش يجوا يتنوا صوابعهم يعملوا كده، يجي يتنوا في الاخر ما يعرفوش يتنوا ماشي. ده بالنسبه للارتيكل. وما ننساش مع الارتيكل ان البيشنت ممكن يحصل له في السرفايكال مشكله في السرفايكال تاثر على النيور تعمله بارابيشيا او كوادريبيشيا، ممكن تاثر فيه عند الكليبويد كارتنش تاثر على الفويس تعمل له بورسوس وبورس ودي حاجه مش ممكن. ماشي. اكتر اشهر سبيشال جوينت التيمور مارتبرا، ده مهم جدا ومهم جدا تيجي ام اس كيو برضه. اشهر واحد ابيزيان بيجي في السرفايكال، انما ما يجيش قوي في الثوراسيك ولا المنخ وسكر ولا كان بيجي في الباك، بس متاخرا جدا ان هو بيمشي من الديستال للبريفري. طيب بالنسبه لدكاتره للاكسرا بيكس ارتيكولار زي ما قلنا بالظبط قولهم سريعا كده، الهارت بيريكاردايتس هانتيكاردال افيوجن ممكن تسكن كارديال ديزيز، النوت انفكتد مش كومن قوي معانا، الاورتايتس مش كومن قوي. ماشي. بالنسبه للتشست، لا التشست هنا مهم، التشست بيحصل بلوريسي ممكن بلوريك افيوجن اي بي اف انترستيشن بارموني فايبروزس، وممكن يحصل كابتن سندروم ده بيحصل مع ارثرايتس، وممكن كمان البيشنت يبقى عامل مايتس بسبب الميزوتكس. العلاج الاساسي ده لما تظهر ميزوتكس. طيب ده بالنسبه للعب، بالنسبه للشاهد ايه؟ نفس الكلام، الادويه بتاثر على ان هو برضه بياخد مسكنات وبتاع، ممكن يحصل له اوبتيك السر ممكن يحصل معاه هيباتو ميجري وسنيو ميجري لو كان في نكتيس او ستينز ديزيز برضه. الروماتويد اللي تجمع الانفلاماتوري سيستم، الانفلاماتوري سيستم تجمع بيظهر في السي تي اللي عنده حتت بيضاء اللي بتبقى زي الاي بي اف. الاي بي اف بيوصل بيظهر خدته في خدته شيست بقى خدته في شيست الاكس راي. نعم خدته في الاكس راي الشيست صح. الاي بي اف بتظهر ازاي؟ ايوه باتش ريتيكولار فوق حاجات زي شبكه كده ماشي، ده الاي بي اف عشان الانفلاماتوري سيلز بتعمل بشكل شبكه. لو نديوز هتبقى مالتيبل اوباستس هتبقى عامله زي الميدري شادو. اخدته الميدري شادو مش الميدري تي بي، الميدري شادو لا مش بيعملوا تي بي بس حاجه كتير انفلتريشن بانفلاماتوري سيلز هيموكوليوزس اي بي اف ميتاستاسيس حاجات تيجي تعمل ميدري شادو غير الميدري تي بي. فاحنا في الامتحان بتكتبوها ميدري شادو فور ديفرنشال دايجنوس ولا انتوا بيديكوا الاكس ري بكيس باسمه ايه؟ اكس ري بس كده اي باخد ديفرنشال دايجنوس مش كده. طيب بالنسبه لدكاتره دي للسكن ممكن يحصل رينوتس وممكن يحصل حاجه مشهوره جدا اسمها سب كوتينس نيديوز. سب كوتينس نيديوز دي برضه تجمع الانفرماتيك سيلز كده بيحصل او بيحصل تجمع وتعمل نيديوز. النيديوز دي النيديوز ده دكاتره ليها مواصفات، اذا لقيت المواصفات اعرف ان دي اسمها سب كوتينس نيديوز. اول حاجه المكان في الابر ليب السب كوتينس نيديوز بتحصل على الاكسنسور سيرفيس، الابر ليب بتظهر في الاكسنسور سيرفيس لحد الجلد. يعني لما نيجي ندور عليها بنقول عليها في الاكسنسور سيرفيس، يعني الاكسنسور اللي في الاكسنسور مصر الجزء الغالب مش الفات. ماشي. طيب بالنسبه للور ليب عند التندو اكيدز عند الوتر اكيدز. ماشي. طيب مواصفاتها بقى كحركه بتتحرك كونسيستنسي فيرم ونوت تنتر، يبقى الكونسيستنسي بتاعتها فيرم ونوت تنتر وموبايل. ماشي. انما لو لقينا سويلنج عند اي ميشن بداية لقيناها هارد وفيكسد، ما عظمه اي حاجه هارد وفيكسد في مكانها يبقى دي عظمه ريليتد لجويت ولا حاجه. يبقى لو لقينا هارد فيكس سويلنج ده بوني سويلنج زي معقول كده في الاوستي ارثرايتس حاجه اسمها هيبرت وابوتش. لو لقيناه فيرم وموبايل ونوكتلر او فيرم وموفابل ونوكتلر دي سبب تنس نيديو. طيب ممكن يكون البيشنت بتاع الروماتويد ارثرايتس برضه عنده سيكند بالساينوفيوم اللي هو الانفليت ويحصل له برضه سيست، بس السيست دي بتكون بينفو وبتكون موجوده في الني في الروبيتيا فوس دي اسمها بيكر سيست. يبقى البيكر سيست عباره عن سيست كيس كده
بيكون بينفول موجود في البوبليتيا الفصة في النهاية في بعض حالات الروماتويد أرثرايتس بسبب التكنيك بتاع الساينوفيا. إنما دي انفلاماتوري سيلز. وجود السبكوتيريوس ديول، وجود السبكوتيريوس ديول يعرفني كذا حاجة. أول حاجة يعرفني إن البيشنت ده عنده انفلاماتوري سيلز كتير وعنده الماركرز بتاعته هتكون نسبتها عالية. ودي بتحصل أكتر مع الحالات السيفير. وبتحصل أكتر مع الحالات السيرو بوزيتيف. كلمة سيرو بوزيتيف روماتويد أرثرايتس، روماتويد أرثرايتس ده فيها أو فيها عيانين روماتويد أرثرايتس نعمل لهم روماتويد فاكتور اللي هو الأنتي بودي للفورم الميونوجلوبلين اللي هي بوزيتيف، وفي عيانين لهم نيجاتيف. معظم الحالات بتبقى بوزيتيف، حوالي 70% بيبقوا بوزيتيف، إنما في 30% ممكن لهم نيجاتيف. لو لقينا السبكوتينس ديول يبقى أكيد البيشنت ده سيرو بوزيتيف. ماشي، ده بالنسبة لإيه؟ للسكيت. بالنسبة للبلد البيشنت بتاع الروماتويد ارثرايتس هيحصل عنده الثلاث انواع بتوع الانيميا، مايكروسيتيك والماكروسيتيك والنورموسيتيك. مايكرو عشان كرونيك بلاد لوس، نورمو انيميا اوف كرونيك ديزيز. برضه اللي فيكم اذا كتبتوا الدكتور موافق كاتب انيميا اوف كرونيك ديزيز بتعمل مايكروسيتيك، انيميا اوف كرونيك ديزيز بتعمل نورموسيتيك. عشان برضه تو بي اونست بتعمل الاثنين، بس 80% من الحالات بتكون نورموسيتيك، 20% من الحالات بتبقى مايكروسيتيك. عشان كده احنا بنعتبرها نورموسيتيك. ممكن يحصل له برضه نورموسيتيك بسبب الهايبر سبرينيز اذا حصل هايبر سبرينيز في فيلت سندروم، وممكن يحصل له ماكروسيتيك اذا كان بياخد ميثوكسين. ماشي، فبيمكن بيحصل معاه انواع الانيميا كلها. بالنسبه للحاجات اللي كان عنها في الانفستيجيشنز من غير البلد الاي، البيشنت ده عينه قد احمر، ممكن يحصل له حاجات كتير ما عدا اليوفيتس. اليوفيتس بتحصل اكتر مع الزيرو نيجاتيف ديزيزز. اليوفيتس اخطر. انتوا دكاتره رمض بقى لسه مخلصين رمض، اليوفيتس اخطر ولا كونجكتيفيتس ولا سكليرايتس؟ مين اخطرهم؟ اليوفيتس ده ممكن يؤدي الى ايوه، فكانت هي اللي بتعمل ايه؟ ليه؟ اللي هي اللي بتعمل بلايندنس. انما الكونجكتيفايتس يعني واحد عينه حمراء، اي واحد فينا عينه بتحمر ده كونجكتيفايتس. ماشي، فبيحصل له حاجات بس ما بيوصلش ان هو يتعبي يعني. انما بتاع السيرو نيجاتيف ده هنتكلم عليه كمان شويه هتلاقيه عمل. طيب ده بالنسبه للاي. بالنسبه للليمف نودز خليها عنده جنرالايز، ممكن عنده جنرالايز ليمف ديلوبسي، وممكن بالنسبه لي يكبر في حاله جنينف نود او في حاله اي حاجه في السي اس ممكن تحصل برضه، بس مش كومن قوي ان البيشنت بتاع الروماتويد ارثرايتس يحصل له حاجات في السي اس. يعني مش كومن قوي يحصل له ديبريشن ولا سايكوزس ولا كده، بس ممكن تحصل بسبب الفاسكولايتس. الفاسكولايتس ممكن تحصل في الكدم برضه، مش كومن قوي ان البيشنت بتاع الروماتويد ارثرايتس يحصل له كدم انفكشن. الكدم والسي اس يحصل اكتر معاه بس هو ممكن الكدني بتاعته تتأثر بحاجات تانية بقى، مش بسبب المرض نفسه. ممكن بالأمايلودوزس، ممكن بالتريتمنت، لأن في حاجات كلها نيفروتوكسين فالكدني تتأثر. إنما كان الروماتويد أرثرايتس يعني ملوش علاقة بالكدني، الكدني بتتأثر جدا في أمراض الروماتولوجي في السكليروديرما على مستوى الفيزكس، وفي السيستم اللوبس على مستوى الجريم كده. ماشي، إيه سيستم تاني؟ إيه سيستم تاني؟ كده احنا خلصنا تكس ليه؟ نعم، ده بالنسبة لإكس راي دي. لو احنا حابين نقول كوز فور ديس، العيان ده ممكن يموت ليه؟ ممكن يحصل له ريسبيرتوري فيلير، ممكن يحصل له هارت فيلير. طب لحظة بقى، طب يحصل له هارت فيلير ليه؟ بالمونري هايبرتنشن أو أي بي إف يعمل له رايت سايد هارت فيلير. رير بقى لو بسبب ايه؟ رينال كرايسيس او سي ان اس. بس هو اكتر حاجه بالنسبه له هو البط. اسوء يعني حاجه بالنسبه له، مش هسيب اقول لكم على البيشنت بتاعت الروماتويد، كانت مشكلتها اكتر حاجه في ايه؟ في البط. طيب حبينا نعمل انفستيجيشنز نعمل ايه؟ نعمل ايميجنج او نعمل ايه؟ نفضل برضه لو مرض عظم ممكن نبتدي بالايميج. نلاقي في الايميجنج في المراحل الاولانيه هنلاقي في سويلنج اوف سوفت تيشو، وهنلاقي فيه بير ارتيكولار اوستيوبين. المراحل المتاخره
الاقي ايروجن ايروجن للكارتريج ديستراكشن في الارتيكولار سيرفيس بتاع الكورنر، ممكن الاقي سبلوكسيشن او ديستروكشن او ديفورمت يعني. ماشي، يعني ديفورمت دي حاجه بتحصل في الاخر مش في الاول، بيحصل في الاول السويلنج سوفت تيشو بيحصل في الاوستيوبين. ماشي، ممكن تلاقي مسافه بين التو ارتيكولار سيرفيس بتاع المرض، ممكن تشوف الديستراكشن بتاع الكورنر، بس ممكن يبقى فيه نيو بورن فورميشن الحته اللي فيها ايروجن، ممكن عظم زياده يتلو يتجمع فيه. ده بالنسبه لايه؟ للايميجنج. لو احنا بنتكلم على التشويه، طب في ايميجنج لحاجه ثانيه؟ الشيست مثلا، مش عشان عنده يبقى عنده اي اي بي اف نعمل له سي تي وهكذا. بمناسبه درجات الروماتويد ارثرايتس كايميجنج او الروماتولوجيكال ديزيز عموما كايميجنج، احنا بنعملها في مصر ايه؟ اكس راي. بره مصر بيعملوا ايه؟ بيعملوا اكس راي او بديل الاكس راي. هناك السي تي ده زي الاكس راي عندنا كده، فالاكس السي تي هو زي الاكس راي بالظبط، بس اوضح واوضح وكل حاجه. فبيعملوا سي تي جوينت على جوينت. ماشي، وعلى فكره السي تي في مصر برضو بتعمل الجوينتس بعض الكسور، تلاقي الدكتور عمل اكس راي كده ومش واضحه، وفي جهاز اكس راي عادي، في جهاز اسمه اكس راي ديجيتال، ولاقي نفسه مش واخد باله يقوم عامل ايه؟ سي تي. لان السي تي بيجيب مقاطع صغيره فيشوف الحاجه بالظبط. فممكن نعمل سي تي، ممكن نعمل سونار على الجوينت. السونار ده بتاع ايه؟ بتاع السيست، بتاع الاكياس، بتاع الميه، بتاع الافيوجن. ممكن البيشنت يكون عنده افيوجن على الجوينت، فالسونار بيكون حلو فيه جدا. وممكن نعمل ام ار اي على الجوينت. الام ار اي ده يفيدنا اكتر في الليجامنتس والتنونز والمسلز، لانها برضه بتكون اختلاف. فممكن نعمل للجوينت اي ايمج، وده اللي بيحصل في بره يعني. هو في مصر نعمل ايه؟ اكس راي ده اذا عملناه. طيب ونعمل اكس راي او نعمل ايمجنج للاذر سيستمز. بالنسبه للابس، يعني ايه بس؟ ما هو نفس، لا هو الام ار اي يعني فينا. لو انت شفت، لو انت مسكتي اشعه الام ار اي كده هتفكري سي تي، شبه ستيم سيل. بس الام ار اي بيبين التشو اكتر من بيبين العظم، بس دي بيبان بعض الموضوع. بس نفس الورقه، نفس المربع، وفي مقاطع كتير مقاطع كتير مقاطع كتير، بس اغلب السي تي بصراحه. انا بنت اختي النهارده هتعمل، النهارده الثلاث بنت اختي هتعمل النهارده بالليل ام ار اي بسبب معينه كده اسمها كاليفورنيا ب 1700 جنيه. 1700 عشان شاكين يا رب يا رب يا رب تطلع كويسه. لكن عندها بيتيوتري اديكوم عشان عندها الكورتيكوستيرويد عادي شويه. هبقى احكي لكم عنها وانا بتكلم في الاندوكراين. ايه؟ يا رب ان شاء الله ربنا يهديك. من دكتور وعادة وعايشه معايا في البيت كمان، لان كليتها في الشيخ زايد فعايشه معايا في الفرع. ربنا يسترها عليها. المهم قلت بيري ارتكلا اوستور بيري بيري ارتكلا اوستور بيري ودي فاندنج مهمة في الاكس راي. لما تذكروا الاكس راي حتى هو كتاب الاكس راي في ورقة الاكس راي او في الاكس راي وتميزوا دي انها حاجة بتحصل بدري، مش لازم يكون في ديفورمت. في بالنسبة للديفورمت كان في ديفورمت مشهور في الهند كده اسمه الهند ديفيش، ده الهند عمل ديفيشن حصل على مستوى الـ MCD و دي MCQ. الالمر ديفيشن كلمة المر، بصوا يا دكتور عشان تركزوا في الحتة دي، المر ديفيشن يعني مش ديفيشن في عرضة الالمر، ديفيشن في اتجاه الالمر. تلاقي ديفيشن في ايده، الصوابع دي جايه كده زي ايده داخلة من جوه كده، بس الديفيشن حصل في الجوينت في عرضة كده، يعني الريست ما فيهوش حاجة، الجوينت ده هو اللي داخل لجوه، ده اسمه المر ديفيشن. ماشي، لو انتوا شفتوها في الكتاب العملي، الكتاب العملي بتاع الدكتور علام، هتلاقوا الالما ديفيجن واحد عامل كده. فكده الديفيجن فين؟ في الريست. لان الصوره دي بتاعت شخص طبيعي. دكتور اسمه دكتور بلال. كان فرقه من اسبوع. دكتور بلال كان متصور فهو مش عارف يمثل الالما ديفيجن، هو عامل كده. فبقى الديفيجن طلع في الريست. لكن تشوفها في الكتاب العملي، لا كده.
المفروض الديفيجن يبقى الصابع هي اللي حاولت مش الايد كلها. ماشي في اتجاه الارم يبقى اسمه ارم ديفيجن. طب لو في اتجاه الراديوس يبقى اسمه راديان ديفيجن. وده بقى اللي بيحصل في الريست. ماشي طيب نرجع لموضوع الانفستيجيشنز. عندنا لابوراتوري عندنا حاجات روتين سي بي سي وكده. السي بي سي اللي هي تي بي سي عالي السي لاب فولفين عالي البي سي ار عالي. ممكن نلاقي البيشن تعدوا انيميا بانواعها وغالبا بتكون هرموستاتيكيه بارشل طبعا. ونعمل حاجات كدني فانكشن بنلاقيها غالبا سليمه. الليفر انزايمز غالبا بتكون سليمه بس لازم نعملها عشان ايه؟ العلاج. لازم نعملها قبل اي دواء بيأثر على الكدني او بيأثر على الليفر لازم نعمل الليفر انزايمز قبلها. واكيد بعضكم او تسمعوا عن حد خد دواء اسمه نيكروبي بتاع حد الشباب. الدواء ده مثلا بيعمل ايه؟ هيماتودوكس بيأثر على الليفر فيعلي الليفر انزايمز وبيعمل هايبر كوليسترولينيميا. قبل ما حد ياخده لازم يعمل ليفر انزايمز وليفر بروفايل. لقاهم لقى عنده مشاكل فيهم يبقى بالنسبه له العلاج ده كونتر اندكيتد. طب هو المفروض ياخد العلاج ده ست شهور كل شهرين ولا حاجه يبقى معاه التحاليل. لقى التحاليل بتاعته بتعلى يوقع في الدواء. مش مهم حب الشباب بس اللي بيقص الليفر. حب الشباب كده كده هيروح في حاله يعني. ولا بيعمل ايه؟ ولا ايه؟ ولا الدكتور ما بيعملش اي حاجه. انا بقول لك على الصح. لا انا اعرف دكاتره. انا مثلا اخت مراتي كانت بتاخده. كانت بتروح للدكتور في طنطا. كانت بتروح للدكتوره في طنطا. مش كانت طالبه لها التحاليل دي. في ناس عندها امانه وفي ناس ما عندهاش. في ناس عايزه اصل البريتلوك ده سحري بيخلي فعلا حب الشباب بيروح. فعايز بقى النتائج بتاعته تبقى حلوه. طب الليفر بتاع انا هيبص في الليفر ده المهم العياده بتاعته ايه؟ مش بيسالوا على حاجه واحده بس. متجوزه ولا مش متجوزه؟ عشان هي هايلي او هتتجوز في رجل ان هو هايلي تراتوجين. يعني تقريبا 100% لو حد خده وهي حامل هيطلع طفل مشرد. فما ينفعش الست تاخده هي في فتره يعني الجواز. يعني لو واحده متجوزه ما تاخدوش. عشان كده البنات كلهم يعملوا ايه؟ يلحقوا بياخدوا بسرعه بس بيتعب الوش. دي تبع موضوع النتورك ده كويس نفسها. ايوه انا بقول ده اللي بيسالوه. بس ده كارثه بقى لو هي الدول واحده حامل بتشده بالنقاب على طول. عشان ما ينفعش يظهر مفروض برضه ولا هتشوف ولا حاجه. المهم الدكاتره ده بالنسبه لايه؟ للحاجات الروتين. من الحاجات النون سبيسيفيك من ضمن الحاجات النون سبيسيفيك السنسيف شويه في الروماتويد ارثرايتس حاجه اسمها روماتويد فاكتور. الروماتويد فاكتور ده اللي قلنا عليه الانتي بودي اللي بيطلع ضد الاميونوجلوبلين اللي مش طبيعي. بقيت الروماتويد فاكتور موجود في 70% من الحالات. طب 30% بيكون نيجاتيف. طب هل معنى ان هو كلمه نيجاتيف يعني مش موجود؟ لا ممكن يكون موجود بس نسبته قليله قوي فما ظهرش. انما غالبا بيكون موجود بس بنسبه قليله. مش معناه ان هو مش موجود. لا هو موجود بس بنسبه قليله قوي. الروماتويد فاكتور ده موجود في امراض ثانيه مش موجود في الروماتويد ارثرايتس بس. يعني احنا نسمع كلمه الروماتويد دي طول ما احنا ماشيين في الروماتولوجي كده. عشان كده هو يعني يعتبر سنسيتيف شويه بس مش سبيسيفيك. وعلى فكره ما يعتبرش سنسيتيف قوي لان هو 70% برضه. طيب ممكن نعمل تحليل ايه احسن منه؟ حاجه اسمها انتي سي سي بي. انتي سي سي بي كلمه انتي سي سي بي اختصار ايه؟ انتي سايكليك سنترونيتد بالتايب. في نوع من انواع البروتين مع المرض ده بيحصل له سنترونيشن. سنترونيشن يعني يتحول الى سنترولين. البروتين نوع من انواع البروتين يتحول الى سنترولين. فاحنا لو لقينا بقى الانتي بودي بتاع السايكليك سنترونيتد ده يبقى ده سبيسيفيك شويه مش برضه مش 100%. يبقى عندنا انتي سي سي بي مور سبيسيفيك او مور سبيسيفيك 100%. قصدي مش سنسيتيف 100% لانه مش موجود في الحالات كلها. ماشي دكاتره. بس اذا لقيناه بنسبه كبيره قوي ده بيشنت عنده روماتويد ارثرايتس. بس هل هو سبيسيفيك بنسبه 100%؟ لا. ممكن نلاقي عند حد ما يطلعش برضه روماتويد ارثرايتس. عشان كده احنا مش بنكتفي بيه في التشخيص. احنا لازم كرايتيريا. طيب ايه تاني برضه يعتبر حلو زي الانتي سي سي بي؟ الام سي بي. الام سي بي ده اختصار ميوتيتد او موديفايد. ميوتيتد او موديفايد يعني حاجه متغيره. موديفايد او ميوتيتد ام سي بي سنترونيتد ديمنتن. ديمنتن ده نوع من انواع الامينو اسيدز. ديمنتن you
ريليتد او موديفايد سيت ريليتد امبلمنتد او اسمه انتي ام سي عارفين ام سي دي من كورباسكولار فوليوم ام سي ده زي الانتي سي سي بي كده برضه لو موجود بالنسبه كبيره البيشنت ده هيكون عنده ايه ده نوع من انواع اسمه ده الامينو اسيدز بيحصل تغير في تركيبه يتحول من امينو اسيد لايه بقى ديمنت مش عارف مركب نيتروجين زي مركب اكسجين اقل حاجه كده يعني يبقى ام سي بي انتي ام سي بي ماشي ايه تاني ممكن نعمله في البيشنت كده احنا الحاجات دي كلها بتساعدنا في البراكتيريا يعني عشان اشخص يعني لو لقيت الايه صار سير انتروبوتين عليه ماشي دي حاجات دي لو لقيت الحاجات الروبوت فاكتور والانتي سي بي الحاجات دي موجوده بوست دي حاجات تشككني اكتر ممكن اعمل ايه انفستيجيشن اوفر وجهه نظرك يعني اشوف الاكسترا ارتكولر هل في كومبليكيشنز ولا مفيش كومبليكيشنز في لابوراتوري مش لازم ايمجنج بس طيب لو احنا مثلا حبينا نشخص البيشنت احنا هنعتمد في تشخيصنا للبيشنت على ايه؟ على كرايتيريا في كرايتيريا قديمه وفي كرايتيريا جديده انتوا في الكليه شرحوا لكم على واحد بالنام بيسالوا في الاثنين مش عمال قديمه طيب هو انتوا عندكم بتاخدوا الروماتولوجي دكاتره بطنه ولا انتوا عندكم الروماتولوجي قسم منفصل؟ عشان قسم منفصل صح؟ او عشان كده بس انتوا اللي بيسالوا في امتحان اخر سنه عشان مطمنين يعني هم دكاتره الطب. هم قالوا لنا لو دخلت حاله لم بس ده نادرا يعني هيجي واحد متخصص يسال. لا اللي بيمتحن دكاتره في البطنه بيبقى دكاتره الطب. فدكاتره البطنه ملوش مطعمين قوي في الكلام بس هو الكلام مش صعب. انتوا حتى لو قريتوا فكرته في اي دكاتره سواء ده سواء القديمه او الجديده كل ما الاقي اوصاف معينه للمرض اكتر كل ما الاقي وصف معين للمرض موجود كل ما الاقي الاوصاف موجوده كل ما الاقي الاوصاف موجوده بقرب من التشخيص. يعني الكرايتيريا القديمه هتلاقي فيها ايه؟ مورنينج ستيفنس دي حاجه بتميز المرض بس يعني انا في نقطه بس عايز اتكلم عنها المورنينج ستيفنس مش عشان المرض عشان مش عشان الامتحان عشان حياته عشان لما تيجي انت هتحسبها انت كدكتور يعني المورنينج ستيفنس عشان يبقى ليه ميديكال سيجنفكس ممكن يكون اكتر من ساعه ماشي طب لو انت جالك بيشنت راح للدكتور قبلك والدكتور اللي قبلك ده اداله كورتيزون اداله نون استرويد ده اي علاج في دكاتره ايه لاقي الموضوع مش عارفه من ايه مدي كورتيزون وفي مثلا كده عندنا دكاتره في البطنه معروف عند دكاتره البطنه يقول لك افزا جوز او افزا تيري از ابنون جيف كورتيزون فتلاقي المورنينج ستيفنس وقته اقل من ساعه بس البيشنت اون تريت يبقى لازم بالنسبه لك ده يعتبر محسوب برضه خلي بالكم الموضوع ده المورنينج ستيفنس لو كان اقل من ساعه بس بسبب علاج اللي هو لو بطل العلاج هيزيد عن ساعه طيب ايه تاني غير المورنينج ستيفنس الحاجات اللي تدل على الوصف فاكرين الوصف بتاعه كان ايه؟ كان بولي ارثرايتس كان بولي ارثرايتس وبايلاترال وسيمتريك كلمه ارثرايتس في حد ذاتها ليها وصف ان يكون في سويلنج يكون في بينه سويلنج طيب كلمه ان هو هل هو اكيوت ديزيز ولا كرونيك ديزيز؟ هو كرونيك ديزيز هو في الديفينيشن كان كرونيك سيستميك انفلاماتوري ديزيز كل ما تكون المده بتاعت الافكشن اطول كل ما دي حاجه تقربني من التشخيص طب هو ليه حاجات سنسيتيف وحاجات سبيسيفيك لو لقيت معاه لابوراتوري وايميجنج يعني لو لقيت فيه بيري ارتيكولار اوستيوبينيا ولقيت فيه انتي سي بي بوزيتيف او اكتويد فاكتور بوزيتيف كل الحاجات دي بتاكد لي التشخيص ماشي دكاتره ده اللي كان بيعتمد عليه الكرايتيريا القديمه شويه كوصف الكرايتيريا الجديده صدقوني يعني مش هتفرق كتير خالص بس هي بقت مور اكيوريت يعني ايه مور اكيوريت يعني مثلا في الحته بتاعت اللابوراتوري في فرق بين ان هي تبقى بوزيتيف ونيجاتيف ان الجديده هتبقى معين ايه؟ نيجاتيف او بوزيتيف بس حاجه بسيطه وبوزيتيف وحاجه واضحه او هاي نورمال سوري هاي بوزيتيف او لو بوزيتيف دي بس ايه؟ زياده دقه انما في الاخر لو احنا طبقنا الكرايتيريا على اي بيشنت فعلا هيطلع عنده كل حاجه موجوده. طيب في الكرايتيريا برضو الجديده كانوا عاملين سكور السكور ده بيعتمد على ايه؟ على الوصف برضه يعني لو بيشنت عنده افكشن لخمسه جوينت غير اللي عنده الانفكشن ل 10 بتاع ال 10 ياخد سكور اكتر لان المرض ده بولي. عارفين لو مرض مثلا بنعمل له كرايتيريا وهو مونو
لو هو جيب جوينت واحد يديله سكور كبير، جيب كذا جوينت يديله سكور قليل. فاهم قصدي يا كابتن؟ برضه المده بالنسبه لنا تفرق. كل ما المده تزيد كل ما السكور بيعلى. ماشي؟ فهتلاقوا في الاخر هي هي. ما فيهاش اي حاجه. هل في الحياه العمليه بقى بنعتمد على الكرايتيريا دي؟ دكاترة الروماتولوجي دكاترة البطنة العامة شغالين من بره. دكاترة البطنة العامة يلاقوا الأعراض والأنتي سي سي دي بس. أنا مرة دكاترة هنا من زمان خالص في أول شغل يعني اشتغلت في بنها. كان في بنها طالبة كده قالت لي مش عارفة بتشتغل وقالت لي أنا عندي روماتويد أرثرايتس. بس الحقيقة الطالبة دي كانت ما شاء الله كانت أمورة جدا. فأنا استحرمت الروماتويد أرثرايتس في الحرارة اللي دي تجي لها روماتويد أرثرايتس. فقلت لها انت متاكده ان انت عندك موضوع الاسنان خليك يعني. فقلت لها طب عرفت منين؟ راحت للدكتور كانت ايديها بتوجع وعمل لها روماتويد فاكتور لقاها بوزيتيف. قال لها انت عندك روماتويد فاكتور بس بوزيتيف وايديها بتوجع ايديها الاثنين وبس بتصحى من النوم مخشعه شويه. عادي ايه المشكله؟ يمكن نامت مده طويله. لما حد ينام مده طويله بيصحى عايز يلين شويه. مثلا هي ما بتشتغلش ايديها ما بتغسلش مواعين ولا حاجه مرتاحة عايشة مرتاحة. فايه ايديها يعني في ستيفنس شوية. المهم لا قلت لها لا انت تعملي لي بقى انت سي سي بي وتاخد هيستوري كامل وتشوف الموضوع وتشوف الوضع ده. طلع ايه؟ ما عندهاش موتور. دي دكتورة ما شاء الله دكتورة جلدية دلوقتي وشغالة في القاهرة من بنها من وزن اصلا. بس ما كانت دكتورة جلدية كبيرة في القاهرة كانت مشهورة وكويسة يعني. لان برضه دكاتره الجلديه بيفرق معاهم الايه؟ حاجات معينه. المهم لازم يعني ناخد المرض كله على بعضه كده سواء كلينيكال بيكتشر ومدتها ووصفها وتفاصيلها اللابوراتوري انفستيجيشنز بتفاصيلها. ماشي يا دكاتره؟ عايزين نعالج البيشنت ده. قلنا الايم اوف تريتمنت لازم نعمل له حاجه تقلل الوجع وحاجه تقلل البروجريشن. هنا عشان نقلل الوجع او في اي مرض نقلل الوجع نديله ايه؟ نديله ايه؟ نون استرويد. ونديله ايه النون استرويد اللي احنا عايزينه يعني مش هتفرق معانا. بس نخلي بالنا من السايد افكتس بتاعته. السايد افكتس بتاعت النون استرويد الكتير اهمهم ايه؟ اهم حاجه ايه؟ بصراحه انت هتلاقي في الكلام موجود حاجات كتير بوم مارو ديبريشن والرجي وراش ومش عارف ايه وكده. بس وحتى نيفروباسي اهم حاجه هي اللي بتحصل لعيالين كتير يعني البيبتيك انسر او مش بيبتيك انسر جاسترايتس. ده ستارتس كلمه اقل شويه من بنت الاسر. عشان كده احنا نعمل بريكوشن. ايه البريكوشنز دي؟ البيشنت اللي بياخد اي نون استرويدال نقول له خد النون استرويدال ده بعد الاكل مش على معده خاطر. فده بيقلل السيفيرتي شويه. تاني حاجه نقول له لو حسيت بوجع في معدتك حاول ممكن ياخد ايه؟ اتش 2 بلوكر او بيبي هوميت عشان البنت الاسر. دايما الناس اللي هي بتاخد مسكنات تجي لي يكون معاهم في العلاج حاجه للمعده. هل هنستخدم الديكلوفين ولا نستخدم الديكلوفين اللي هو او الديكلوفيناكسود المتسم ولا الافلام والخاتفلام والحاجات دي ولا نستخدم الديكلوفين ولا نستخدم الاسبرين ولا نستخدم الاندوميسس ولا نستخدم اي حاجه مش هتفرق معانا في اي مسكن. هنا مش فارق معانا نوع المسكن. انما في امراض هنختار واحد بس زي الكورشيسين مثلا في الجو. طيب ده بالنسبه للنون استرويد. ايه الهدف بتاع النون استرويد ده؟ ليه انرجيزك افكت وليه شويه انتي انفلاماتوري افكت. ماشي؟ بس مش قوي قوي. هنستخدمه مين عشان الوجع؟ طيب احنا عايزين نوقف البروجريشن بتاع الانفلاميشن ندي ايه؟ كورتيكوستيرويد. بس هتبقى عندنا مشكله. البيشنت ده عنده اوستيوبين نديله كورتيكوستيرويد العظم بتاعه بيفكر. فنحاول نافويد الكورتيكوستيرويد حتى لو هنديه نديه بكره صغيره جدا. واحيانا عشان برضه الوجع ما بنديهوش خالص. لو هندي الكورتيكوستيرويد بندي بريدنيزولون 7.5 ملي جرام بير داي مش بالكيلوجرام. احنا يعني في عارفين في السيستم جلوكوز بنستخدم 60 مثلا. في الاوتو اميون هيباتايتس بنستخدم من 40 ل 60 ملي. ده هنستخدم 7.5 ممكن 10 يعني جرعه ايه صغيره وغالبا مش بنستخدم. يبقى ده بالنسبه للوجع وايه اللي بيحصل. هكأنتي انفلاماتوري يقلل الانفلاماتوري بروسس يقلل البروجريشن بتاع المرض. بس غالبا مش هنستخدمه الا اذا ايه بقى؟ هستخدمه بقى البيشنت ما عندوش مشاكل في الجوينتس بس عنده اي بي اف. علاج الاي بي اف كورتيزون.
عنده سكليرايتس يعني ياكل كورتيزون، بعدين هذا دكاتره عنده اي بيريكاردايتس ممكن نعالجها بكورتيزون وهكذا، او الكارديتس حتى نعالج بكورتيزون. فاختصارا يعني كونها حاجه فيها عظم، مشاكل في العظم، مش هنستخدم الكورتيكوستيرويد الا اذا كان البيشنت عنده مش مشكلته مش في العظم، او مشكلته حاجه سيستميك. الحاجه السيستميك دي بيبقى عليها الكورتيكوستيرويد، بس على قد ما نقدر نبعد عنه. طيب ايه بقى الحاجه اللي هتقلل البروجريشن فعلا؟ حاجه اسمها ديبوتس. Disease modified anti-rheumatoid drugs. الدرجز اللي هتعمل anti-rheumatoid، اللي هي anti-rheumatoid effect. الأدوية دي كتير. أول واحد وأهم واحد وده اللي احنا بنستخدمه هو الميزوتريكسين. الميزوتريكسين ده دكاترة في كتاب الدكتور موافق مش مكتوب تحت عنوان من الديمارتس. مكتوب في الديمارتس أول حاجة جولد ومش عارف بالنسلامين وكده، بس بعد كده هو كاتبه في ايه؟ في الحاجات الاميون سبريسنت وكده، وكاتب ان هو ديمارت. فبعد اذنكم وانتم بتذاكروا الديمارتس اول او انتم بتكتبوها في الامتحان، اول واحد يتكتب هو الميزوتريكسين. دي اول واحد يتكتب لان هو اكتر واحد بيشتغل، والجرعه بتاعته لازم تكون حافظها. مش كل الجرعات لازم تكون حافظها، بس الجرعه بتاعتها مهمه. من 7.5 ل 15، مش 7.5 بس. ومكتوب برضه في الكتاب بتاعته في المهم 7.5، لا احنا بنستخدم من 7.5 ممكن 15 ملي جرام بير ويك، يعني كل اسبوع، كل اسبوع نستخدم ماشي. وليه بريباريشنز كتير. الميزوتريكسين ده الموست افكت، ده احسن واحد، بس عيبه والموست افكت مع حالات كتير بينفع معاه. عيبه سايد افكتس بتاعته، سايد افكتس بتاعته كتيره، حاجات عاديه اللي هي هيماتوتوكسيك ده، بس في حاجات ايه بروميننت كده زي النيومونايتس او الاي بي اف، بيأثر على اللنج وبيعمل ميجالو بلاست كاليم. طب كونه بيعمل ميجالو بلاست كاليم، يبقى انا لازم لما ادي للبيشنت ميزوتريكسيت يا دكتوره سعيده او مدني معاه ايه؟ فوليك اسيد. اي بيشنت بياخد ميزوتريكسيت لازم نفس البيشنت ياخد فوليك اسيد، ودايما بيتكتبوا مع بعض في نفس الروشن، ميزوتريكسيت وفوليك اسيد معروف. واللي بيشتغل في صيدليه هيكون عارف الكلام ده. طيب دي اهم حاجه فيه. طب بالنسبه لكلمه نيومونايتس، اول ما الاقي البيشنت جاله تشيست مانيفستيشن اوقفه واشوف واحد تاني، اوقفه واشوف ايه حاجه تانيه، ماشي الفكره. او لو البيشنت عنده هيستوري باست هيستوري حاجه فيها لحاجه فيها تشيست بروبلم، بلاش تديله الميزوتريكسين. طيب بالنسبه للايه الادويه التانيه، ايه الحاجات التانيه اللي ممكن استخدمها كنيمارتس؟ عندنا دواء كان بيستخدم دلوقتي بلاش بيستخدم قوي اسمه جولد. الجولد ده مش مهم قوي الجرعه بتاعته كانت 20 50 20 يوم مره وبتاع، يعني ناخد 1000 بس مش مهم قوي الجرعه بتاعته. عايزين بس نعرف ايه بعض احنا ليش بنستخدمه، عشان السايد افكتس بتاعته، عشان ايه؟ عشان غالي، عشان السايد افكتس بتاعته. السايد افكتس بتاعته فيها بوب مارك ديبريشن، بوم مارك ديبريشن دي يعني انا البيشنت اصلا ممكن اسال بوم مارك ديبريشن، او ما انا مدي له حاجه تعمل بوم مارك ديبريشن، ممكن يكون عنده ادرج وممكن تاثر برضه على الكيك. طيب عندنا واحد تاني اسمه بنسلامين. البنسلامين ده برضه يعني ما بحبوش قوي. البنسلامين ده بيعمل احد الادويه، بنسلامين ده كان احد الادويه اللي بتعمل بنفسها سيستميك لوبس. عندنا مصطلح كده اسمه دراج انديوس سيستميك لوبس، يعني سيستميك لوبس بسبب ادويه. واحد منهم البنسلامين. البنسلامين برضه بالمناسبه بيعمل بوم مارو ديبريشن. هو دواء حلو في امراض كتير. كلمه البنسلامين دي سمعناها قبل كده في الليفر. احد الادويه اللي بتستخدم في الويلسون، او احد الادويه اللي بتستخدم في السيروز بشكل عام، لان هو بيكسر في الحاجات الكولاجين وكده. طيب ايه تاني غير البنسلامين؟ ممكن نستخدم حاجه اسمها هيدروكلوروكين او كلوروكين. الكلوروكين ده برضه الجرعات بتاعته 250، بس الجرعات بتاعته مش مهمه قوي. الكلوروكين يا دكاتره مش بنستخدمه قوي. ليه مش بنستخدمه قوي؟ عشان السايد افكتس بتاعته بيأثر على العين جدا. واي بيشنت بيستخدم هيدروكلوروكين او الكلوروكين ده لازم اعمل له فانجس اكزامينشن، بيأثر على الار، ممكن يعمل كورنيال بلاستيك، ممكن يعمل ريتنال افكشن. ماشي.
امال ايه اللي انا بستخدمه لو طب انا كل ده طب انا عندي ميزو فيكسيت والميزو بتاعته عنده فيه مشكله عندي مشكله في الميزو فيكسيت استخدم ايه بقى استخدم ايه برضه ممكن يمشي معانا كادمار ويشتغل كانه مسافر الفلوناميد الفلوناميد ده برضه يعتبر من الديمارتس والانتي الخبر من الحاجات اللي فينو سبريس بس مشكله الفلوناميد انه مش سايد افكت بقى مشكلته ان هو غالي وده يعتبر علاج الاسرياء لما حد بيجي له سيستم لما حد بيجي له روماتويد ارثرايتس ممكن يديله الفلوناميد ده على طول افكتيف جدا وغالي بس والسايد افكت بتاعته قليل ومش بيعمل مشاكل في البلد ولا بيعمل مشاكل في ايه؟ في الشيست. طيب ممكن نستخدم الميون سبريس ايه الميون سبريس اللي احنا بنستخدمها؟ اي واحد بقى انتوا بتسمعوا حاجه اسمها سايكلوفوسفاماين هذا سايكلوبرين كل دول ممكن يستخدموا سايكلوسبورن كل دي ممكن تستخدم. طيب احنا استخدمنا كل الحاجات دي استخدمنا كل الحاجات دي ولقينا الموضوع لسه شغال. انت ده لو كان في جوينت واحد هو اللي فيه مشكله ممكن ما يبقاش مشكله في جوينت واحد ممكن مشكلته سيستمي والبيشنت عنده مرض والاورجان افكشن وعنده الجوينت مش بترتاح اشوف حاجه اقوى حاجه توقف البروسيس نفسها لكن انا دكاتره وديته في الباثولوجي بيبقى في كتير انفصايتي في فيبر نكروزنج فاكتور وانت بلوكومان ندخل بحاجات بتشتغل على دول دايركت حاجه انتي دي ان اف او دي ان اف بلوكر او انتي انتر بلوكومان الانتي دي ان اف ده مشهور هتسمعوه سمعناه قبل كده وهتسمعوه تاني في الانفلكسيمين فاكرين الانفلكسيمين سمعناه فيها قبل كده في الانفلاماتوري باول ديزيز كان العلاج النهائي للانفلاماتوري باول ديزيز اخر حاجه نفس الكلام هو هنا اخر حاجه واول واي مكان هتسمعوا فيه كلمه الانفلاكسيمات هو اخر حاجه ليه الانفلاكسيمات اخر حاجه؟ لانه قوي جدا بيأثر على المناعه لو الشخص عنده اي حاجه كده ممكن تعمله كارثه شويه كبير ممكن يظهروا تاني مع الكارثه فما بستخدموش الا والحاله ايه؟ اخر خط عالي او اخر لاين اوف تريت الانفلاكسيمات جرعته مش مهم نعرفها بس يعني المعرفه هي نص ملي جرام بالكيلو جرام بالدي نص ملي جرام بالكيلو جرام بالدي وبيتاخد انفيوجن اي انفيوجن وطبعا بيتاخد في المستشفى ماشي هو مش مهم جرعته قوي طب ايه تاني غير الانفلاكسيمات الاناكينار انترلوكين 1 انتي انترلوكين 1 حاجه ضد الانترلوكين دي حاجه اسمها اناكينار ماشي طيب هل بنكتفي بالعلاج ده؟ طب ما البيش ممكن في شويه حاجات ثانيه كده لازم نعملها حاجات ايه؟ جنرال هتلاقوا في كلمه جنرال كلمه ريست ريست بس هتستغرب وبعضكم هيستغرب كلمه ريست دي جدا يقول لك ازاي ريست وده انفلاماتوري ديزيز بيزيد بالوجع ده ريست لا ريست دي كلمه ريست ديورنج الاتاك البيشنت ده دكاتره عنده برضه سواء اوقات لان حصل اكتيفيتي هو كرونيك بس يحصل اكتيفيتي وقت الاكتيفيتي دي لازم البيشنت يرتاح ليه لازم البيشنت يرتاح؟ لان هو قاعد يتحرك كتير وفي انفلاماتوري سيلز كتير وفي ديستراكشن في الوقت ده مش عارف ايه الحركه الكتير دي تعمل ديفورمتي تعمل سبلكسيشن في الوقت ده يفضل ان هو يثبت دراعه انما ان بتوين اتاك يتحرك عادي كل ما يتحرك احسن كل ما يبقى احسن عشان كده تلاقي كجنرال تريتمنت نو فارماكولوجي ريست هو فيزو ثيرابي المقصود بكلمه ريست ديورنج اتاك فيزو ثيرابي ان بتوين اتاك ماشي طيب ايه تاني ممكن نعمله كعلاج؟ ممكن نعمل انترا ارتيكولار انجكشن لو البيشنت عنده جوينت هو الوحيد اللي فيه مشكله ممكن ندخل جواه ونحقن حاجات انتي انفلاماتوري زي الكوبيت سبريد او بعض الحاجات طيب في حاجات في حالات بقى ممكن البيشنت ده يبقى عنده مشكله كبيره ومش عارف اوصل العلاج مش عارف يشتغل او في مشكله كبيره في الساينوفيا او في الجوينت نفسه ممكن اعمل حاجه اسمها ساينوفيك مش الساينوفيا ده هو كان السورس بتاع الانترنيشن هو اللي بيوصل الانترنيشن سيلز اعمل ساينوفيك مش الساينوفيا خالص اعمل حاجه اسمها ارثروديزيس البيشنت ده اثبت المفصل بتاعه لان لو ما ثبتوش هيعمل ديفورمتي ممكن الديفورمتي تاثر على الحركه فيما بعد وممكن تاثر على سباينال كورد او حاجه فاعمل حاجه اسمها ارثروديزيس ارثروديزيس يعني تثبيت المفصل ايه؟ ممكن يبقى بيرمننت ممكن اعمله كده ممكن اعمله كده على حسب السيفيريتي بتاعت الحاله لو الحاله بسيطه بثبت بس مش بثبته بعمليه بثبته بسلاب او
كبيره. انما ممكن في بعض الاحوال لو خلاص الجوينت ده استراكت خلاص مش هي كده كده مش هيشتغل اثبت عصب عشان ما ياثرش على الفيزز والنيرفز معاك. ماشي، في مشاكل الكلام ده دكاتره. مرض الروماتويد ارثرايتس غير ان هو مهم في النظري جدا، مهم في العمل جدا، وكونه مهم في العملي انت في العملي مش بتتسال اكزامينشن بس، الدكتور يقول لك طب ايه السبيسيفيك ماركر، طب تعالج البلمونري هايبر تنشن ازاي، ايه والدايجنوستيك كرايتيريا مش هيساعد فيها بس. انت مثلا هتقول في الدايجنوستيك كرايتيريا مثلا افكشن اوف مور ذان تيبل جوينت، هيقول لك طب ده معناه ايه؟ طيب يقول لك طب الماركر اسمه، انت قلت اسم الماركر ناس صح؟ ما قلتوش؟ ما قلتش. طيب في حاجات يا دكاتره الروماتويد ارثرايتس ده في حاجات شبيهه بيه كده انا بتكلم عنها فيما بعد، حاجات زي فاريانس منه. عايزين نتكلم على كاتيجوري تاني من الامراض اسمه سيرو نيجاتيف ارثرايتس. كاتيجوري كده اسمه سيرو نيجاتيف، ده مثال السيرو بوزيتيف اللي هو فيه بوزيتيف ومنتجف. في كاتيجوري كده اسمه سيرو نيجاتيف، السيرو نيجاتيف ده مش مهم عندكم انتوا عامل ايه لان انتوا ما عندكوش حالات منه، بس في القاهره يعني عندكم حاله، شفتوا حاله قبل كده اسمها انكلوزنج سبونتراليتس، صعبه عندكم شويه. انكلوزنج سبونتراليتس ده مثال للايه؟ للسيرو نيجاتيف. المهم السيرو نيجاتيف، كلمه سيرو نيجاتيف ارثرايتس او سيرو نيجاتيف ارثرايتس، كلمه سيرو نيجاتيف يعني الروماتويد فاكتور نيجاتيف. ليه عملوا جروب كده اسمه سيرو نيجاتيف ارثرايتس؟ اكيد في حاجه بتجمعهم، اكيد في عامل مشترك. اصل لو هو الوحيد، الحاجه الوحيده دكتوره سعيد ان هو العامل المشترك الوحيد ان هم سيرو نيجاتيف، طب ما هو السكويل سيرو نيجاتيف والبرونك الازمه سيرو نيجاتيف، سيرو نيجاتيف يعني الروماتويد فاكتور نيجاتيف، واسمه ايه ده؟ والكسر واي مرض تاني هيبقى سيرو نيجاتيف. اشمعنى دول اللي خلوهم في حاجه مجموعه واحده؟ لان في حاجات بتجمعهم مع بعض، انا فاهم؟ شاطر شاطر. في حاجات بتجمعهم على مستوى اللابس، في حاجات بتجمعهم على مستوى كلينيكال بيكشر. مجموعه من الامراض شيرنج سيرتن كلينيكال بيكشر وسيرتن لابس، زي ما الدكتور بيقول معاهم بتجمعهم حاجه اسمها هلا اسوشيشن، بيكون هلا بي 27. وعندهم كلينيكال بيكشر مشتركه اهمها كلمه انسيسايتس. كلمه انسيسايتس، انسيسايتس يعني انفلاميشن في مكان الانسيرشن بتاع التبن، واشهر مكان يحصل فيه كده التبن اكيس، يحصل انفلاميشن في مكان التبن. لو ده ده كده لو دي رجل هذا ده كده دي رجل البني ادم، معلش يا رجل شفتها عجيب شويه، ودي العظمه بتاعت التبن. في التندون بتاع التندون نازل من المصل كده صح؟ بلاش باللون ده. في التندون ده يا دكاتره الاسود ده غير التندون اكيس اللزق ده قصدي، ماشي؟ اللي هو بيبقى نازل من كف مصل ماسك فيه ليه؟ اللي احنا بنقول عليه العرقوق. عارفين العرقوق؟ عارفين الشخص المعرقب اللي يبقى التندون ده واضح، ده شخص اسمه معرقب او واحده اسمها معرقبه. لو التندو ده مش واضح دي حاجه حلوه، مش حد كده كويس. المهم ايه؟ التندو اكيلس يا دكاتره، وهنا كمان في فشه كده. الفشه دي في البلانتر سيرفيس، فدي اسمها ايه؟ بلانتر فشه، صح؟ البيشنت بقى اللي بيجي له انسيسايتس يحصل له انفلاميشن هنا، اسمها يبقى اسمها اكيلس تندنايتس او انسيسايتس، ويحصل له بلانتر فشايتس. دي حاجه اسمها انسيسايتس، ماشي؟ ودي موجوده برضو في السيرونيجيتيف ارثرايتس، يبقى بتجمعهم هلا بي 27 وانسيسايتس وكمان بعض الايه الاكسترا ارتيكولار نرفسيشن فيهم متشابهين. ايه هم بقى السيرونيجيتيف دول؟ السيرونيجيتيف اهمهم الانكلوزنج سبونتلايتس، اهمهم ده هم مش عارف من 10 دقائق مش معنى عايز تاخد بريك؟ لا ما هو احنا مش هناخدهم كلهم، مش هناخدهم كلهم. ليه بقى؟ في حاجات فيهم يعني اللي احنا هناخدهم هنتكلم عنهم شويه، الانكلوزنج سبونتلايتس والرايتر والسترايدنج، مش هنقول عنه غير معلومه واحده بس انه بيجي مع السورايسس وكده، وما بنستخدمش ليه الكلوروكين هايبر كلوروكين، وهنتكلم عن الويبل سندروم.
طب نتكلم عن الصغير. طب نقول لهم الاول طب نجرب بس نجرب كده شوف كده هذا قد ايه. طبعا عشان ليه ان رقصات يعني للاسف الشديد انا كمان سعيد الصراحه بعد ضرب في ظهري ضربه مقطعه نفسي اقوم على العربيه ما شاء الله احنا عاجبني جدا مرجع الايه باص في نتكلم عن الانواع بتاعتهم اول انكلوزنج سبوندلايتس رياكتيف ارثرايتس عندنا انكيلوباسيك وعندنا سورايتيك رياكتيف انكيلوباسيك وسورايتيك وانكيلوزنج حتى يقول لي امال امال ايه رايتر اللي انت بتقولها دي؟ ما هو رايتر ده بقى هو الايه؟ هو الرياكتيف اللي بيحصل بعد الانفكشن بوست انفكشن ماشي بوست انفكشن. نتكلم عن الصغيرين اول سريعا كده عشان نسيب الكبير للاخر ولا نتكلم عن الكبير الاول؟ نتكلم عن الكبير الاول. اكتبها بتبتدي بالايه؟ مش معاك استخسر ان يبقى عندنا تكييف وما تشغلوش كويس. وبعدين ببلاش مش داخل في حاجه براحتي. المهم انكيلوزنج سبوندلايتس كلمه انكيلوزنج سبوندلايتس بالعربي انكيلوزنج سبوندلايتس انكيلوزنج يعني التحام يعني حاجه اتعملت كده وسبوندلايتس يعني فقرات التهاب الفقرات يبقى التهاب الفقرات التلاحمي او التهاب الفقرات الالتحامي. والكلام بالعربي لازم نكون عارفينه عشان انت اهلي بتقول زي ما تقول قبل كده التهاب المقارب الالتهاب. كديفينيشن هو تايب اوف سيرو نيجاتيف ارثروبس كاركترايزد باي ارتيكولار اند اكسترا ارتيكولار افكتنج مينلي اكسيال جوينت ستارتنج ان هابنينج كده يعني ستارتنج ان ساكرو اليا اول جوينت بيحصل فيها انفكشن الساكرو اليا جوينت. ليه مهم قوي نعرف ان اول مكان بيحصل فيه انفكشن عشان نكتشف عن بدري هو العام ده برضه هيحصل له ديفورمتي ويعمل كده. فانا عايز اكتشفه بدري البيشنت ده او اوائل الحاجات اللي بتظهر فيه بقى كان احنا كنا بنشرح تفصيل بس عشان الكيس اوائل الحاجات اللي بتظهر فيه ساكرو اليا افكشن فظهر له لعب في الكيس مش هيجي يقول لك ده عنده ساكرو اليا بيقول لك ايه عنده لو باك بين وفي كيس يقول لك ده عنده لو باك بين طيب يحصل له كونجكتيفايتس او يوفيتس مش هيقول لك عنده كونجكتيفايتس او يوفيتس يقول لك عينه حمرا وعنده انسيسايتس يقول لك رجله بتوجع او كعبه بتوجع. يبقى احنا لو لقينا بيشنت كيس كده كيس مشهور كيس عينه بتوجع جاي بريزنت بعينه بتوجع عينه حمراء سوري عينه حمراء وظهره بتوجع وكعبه بتوجع يبقى ده سيرو نيجاتيف غالبا انكيلوزنج سبوندلايتس ماشي ظهره بيوجع دي حاجه ايه؟ اكزيلي يعني انكيلوزنج كعبه بيوجع ده انسيسايتس يبقى سيرو نيجاتيف انما عينه بتوجع لان في يو في اي تس في الانكلوزد سبوندلايتس ده بالنسبه للديفينيشن. بالنسبه للايتيولوجي نفس الكلام ماشي. طيب حد هيقول طب ازاي يا دكتور هو اوتو اميون وبتاع وفي الرجاله اكتر؟ طيب يعني ايه انا الموضوع ده شغلني جدا قلت لا لازم اخش اقرا عنه فلقيت ان كانسنس للمرض هو يعتبر متساوي بس ظهور الاعراض بتظهر مع الرجال يعني الستات ممكن نلاقي عندهم الايه الحاجات يعني نفس الحاجات اللي بتحصل في الانكيلوزن موجود عند الستات برضه بس ما بتظهرش في صوره ديفورمتي ما بتظهرش في صوره اعراض كبيره بس ممكن ظهرهم يرجعوا بسنه صغيره كعبهم يرجعوا بسنه صغيره بس ما فيش ست ظهرها بيحصل يعني الستات قليلين قوي اللي ظهرهم بيحصل فيه كده فالانسنس موجود في كله بس الحالات اللي احنا بنشوفها اللي هي بتتسجل لانه اللي بنشوفهم هم الرجاله اكتر ماشي بس هو موجود في الاثنين. بعدين يعني خلاص الموضوع هو في الرجاله بنسبه 3 ل 1 ماشي وده احد الامراض القليله اللي في الرجاله اكتر بس انا قلت لكم هو موجود في كله في الستات كمان بس ما بيظهرش يعني عشان كده النسبه بتاعته 3 ل 1 بالنسبه للرجاله. معاه هلبي اسوشيشن 27 هلبي 27 ماشي معظم الحالات عندهم اسوشيشن برضه انفلاميشن ل
البروستات عندهم بروستايتس معظم الرجاله طبعا البروستات بتاعت الرجاله بس هلبي 27 كونوا تكون في هلبي 27 يبقى ممكن معرضوا معاهم كومن اسوشيشن للانفلاماتوري باول ديزيز. انا اعرف اللي بيشتغلوا كحالتين اللي انا شفتهم كحالتين في الشغل بتاعنا حالتين انكلوزنج واحد فيهم عنده كرونز ديزيز عنده انفلاماتوري باول ديزيز ماشي. ده بالنسبه لايه؟ للايتيولوجي كده. بالنسبه للباثولوجي ايه اللي بيحصل في البيشنت ده؟ اول حاجه بتحصل فيه الانفلاميشن في السبريليوم شويه وبعد كده الانفلاميشن ده بيمشي في الجينس وبعرفه برضه عشان ديستريبيوشن بعد السابرو ايليك يجي في اللابوسار وبعد كده الثوراسيك وبعد كده السيرفايكل كده الاكسل اهو ماشي. طيب هل بيجي في البريفرال؟ اه بيجي في البريفرال بيجي في البريفرال باي لاتر بيجي في الشولدر بيجي في الشولدر بيجي في الالم ويجي في الالم بس بيجي في الالم ده مثلا وكله ويجي في حته هنا بس في الالم يعني بيبقى بايلات بس اسيمتري ماشي. انا قلت كل حاجه اسيمتري كده السيستم الكروموسوم ده بس ده بايلات ولا ايه اسيمتري ماشي. الديستريبيوشن بنتكلم عن كلينيكال بيكشر بقى. طيب وبيشنت اكتر في الرجال سن من كام لكام؟ تقريبا من 15 ل 50 سنه. ده طيب وبيشنت كلينيكال بيكشر بقيت كلينيكال بيكشر جنرال فيفر وبتاع. بالنسبة للارتيكولر بنتكلم عن الديسكريبشن ده ارثرايتس ده هيروس الديزيز بالمناسبة ارثرايتس يعني هتلاقي البيشنت فيه علامات الانفلاميشن وصلتهم في الحالة صعبة بين وسويلينج وتندرنس و علامات الانفلاميشن. بالنسبه للديستريبيوشن بيبدا في الساكرويليك جوينت وبعد كده ياخد الاكسيال جوينت وبعد كده يجي في البريفرال جوينت باي لاترال بط اسيمتريك ماشي. وده طبعا بولي ارثرايتس ده بيأثر على حاجات كتير جاري بولي ارثرايتس ماشي. طيب بيجي اكتر في البريفرال ولا في السنتر؟ قلنا بيبتدي في السنتر وما كانش في البريفرال ودي حاجه اسمها سنتريفيوجن ماشي. يعني هو تقريبا لو تلاحظوا كده تقريبا هو عكس الروماتويد. الروماتويد بيطلع من السنتر من البريفرال سنتر وسيمتريكال ده العكس ماشي. اكتر سبيشال جوينت يحبه الساكرويليك ده مش بس بيحبه ده بيبتدي فيه انما تكبر المانديولا ده كان بتاع الارثرايتس. ده بالنسبه للديستريبيوشن. طب الديفورمتي البيشنت ده بيحصل له ايروجن اقول لكم بس الفكره بتاعت الباثولوجي بتاعته اللي بتحصل وبعد كده هنتوقع الديفورمتي اللي بتحصل. واللمبر انما لما يبقوا كلهم ماسكين في بعض
هيبقوا كأنهم كلهم عظمة واحدة، والشخص اللي عنده عظمة ما بيتحركش. البيشنت لو شفتوا بيشنت عنده انكلوزن بس بيعمل كده، البيشنت بيعمل كده بالظبط زي ما انا عامل كده. لو انا مثلا عايز اوصل الدكتور العظمة ما يعرفش يعمل كده، بعمل ازاي؟ لو هو عايز يبص للسقف ما يعرفش يعمل كده، بعمل كده عشان يبص للسقف، لان ظهره بقى عظمة عنده. طيب ايه اللي بيخلي، هل ده بس اللي بيحصل؟ لا، هنا في ليجامنتس نازله ماشي. الليجامنتس دي هي كمان بيحصل لها انفلاميشن. ولما يحصل لها انفلاميشن، عارفين الليجامنتس نازله في الفيرتيبي، في ليجامنتس اسمه انتيريو لونجيتيودنال ليجامنت. الانتيريو لونجيتيودنال ليجامنت ده بيمشي فين؟ على الانتيريو سيرفيس بتاع الفيرتيبي. فلما يبقى ماشي على الانتيريو سيرفيس هيحصل فيه انفلاميشن وفايبروزس فيكسر. انفلاميشن وفايبروزس فيكسر ماشي. افكركم معلومه صغيره، هل الفيرتيبي بتاعتنا مستقيمه ولا مش مستقيمه؟ نورمال مش مستقيمه. في نورمال كيرف، لان انا وانا واقف كده في حاجات في ظهري لابسه الحيطه حاجات لا، وانا واقف كده ده كده ايه اللي لابس في جسم الحيطه؟ الاوكسيبيتال بون لابسه الحيطه، الاوكسيبيتال بون اهي، بس السيرفايكال فيرتيبري لا، الثوراسيك فيرتيبري لابس اللمبر لا. انا نورمالي نورمالي عندي الثوراسيك فيها شويه كيفوزس، يعني ظهري اهو الثوراسيك ده من بره وفي شويه كيفوزس. الانتيريو لونجيتيودنال ليجمنت نازل هنا صح؟ ماشي على الانتيريو سيرفيس. لو حصل فيه كالسيفيكيشن او فيروس ويصر يحصل كده، هيحصل اكزاجيريشن للكيفوزس صح؟ يبقى هيحصل في الثوراسيك اكزاجيريشن اوف كيفوزس. طب اللمبر، اللمبر كان فيه لوردوزس كان عامل كده، والانتيريو لونجيتيودنال ليجمنت نازل هنا ماشي، حصل فيه كالسيفيكيشن او فيروس وبقى قصير هيقوم شادد كده، بدل ما كان فيه لوردوزس ما بقاش فيه لوردوز، فقد النورمال لوردوز. يبقى البيشن بتاع الانكيلوزنج ايه الديفولت اللي هيحصل له؟ هيحصل له اكزاجيريشن اوف كيفوزس ولوس اوف لمبر لوردوز. اكزاجيريشن اوف ثوراسيك كيفوزس ولوس اوف لمبر لوردوز. المنظر ده البيشن ده وهو شخص طبيعي هو واقف كده باصص في الناحيه دي، يبقى عنده شويه ثوراسيك كيفوزس وشويه لمبر لوردوز، ده النورمال. لما يحصل له ديفولت يبقى الثوراسيك كيفوزس ده يزيد يعمل كده، واللمبر لوردوزس يفقدها في العمل كده. فتلاقي البيشنت ده بقى عنده شبه علامه الاستخفاء، دي حاجه اسمها وش المرض ديفورت. ده البيشنت بالظبط عنده مش ليمينيشن اوف موفمنت، نو موفمنت. البيشنت يجي يبص كده وكده ما يعرفش، يبص كده وكده ما يعرفش. اكيد مراحل، اكيد بيوصل، اكيد بيمر لحد يعني لحد بيوصل المرحله دي. لا ما هو بقى ده دور بقى الدكتور الشاطر، ان احنا ناس مش انا كنت لسه بقول لكم البرزنتيشن بتاعته الاساسيه بيجي الاول بوجع في ظهره وعينه حمراء ورجله بتوجعه. لو احنا اكتشفنا بدري ودكتور الرمد كان شاطر، هو ده دايما تعبان من الامراض اللي دكتور الرمد بيكتشفها، لما يلاقي البيشنت عينه حمراء وكعبه بيوجعه وظهره بيوجعه وصعب بيكتشفها بالصدفه، يجي العيان يقوم يعمل كده بس يقول له انت ظهرك بيوجعك؟ لا كعبك بيوجعك؟ طب ما تعملي شويه تحاليل دي، تعملي اشعه مش عارف ايه، او يقول له روح للدكتور ايه؟ روماتولوجي، دكاتره الرمد. يعني انا مش دكتور رمد ولا حد من اخواتي، انا اخواتي دكاتره برضه مش رمد، انا ليا اخت روماتولوجي استاذه روماتولوجي جامعه مصر، وليا اخت اسنان. فايه يعني مش بشكر في الرمد كده يعني، بس هم اشطر ناس صراحه، اشطر دكاتره بتوع وجهه نظر. كل اللي اعرفهم شاطرين، هم بيكتشفوا حاجات كتير. هنتكلم مثلا في النيورو، هم اللي بيكتشفوا مالتيبل سكليروسس دكاتره الرمد، هنا هم اللي بيكتشفوا الانكيلوز دكتور رمد الشاطر طبعا. ثم دلوقتي بقى في ناس منهم كلهم بقوا شغالين، يعني في ناس كتير منهم بقوا شغالين شغل تجاري وليزكس وليزك وبتاع، بقوا شغل في ناس بقوا تجار اكتر من دكاتره. المهم لو احنا اكتشفنا الموضوع بدري البيشنت بيبقى كويس، باخر البروجريشن على قد ما اقدر، البيشنت ما وصلش ممكن يموت قبل ما يحصل له ديفورمتي. بس لو انا ما اكتشفتوش هيحصل له ديفورمتي، لو حصل له ديفورمتي في العظم لا ما انتم بخير. الديفورمتي اللي بتحصل لما يحصل الكيفوزس ده مش هيتصلح، بعكس بتاع الريكتس اللي خدته في الاطفال. في الريك خدتوا ريكتس في الاطفال؟ خدتوا ريكتس في الاطفال؟ خدتوا حاجه اسمها كوريكتابل كيفوزس، لانه مشكلته مشكله البيشنت بتاع الريكتس ده ان الليجمنتس بتاعته والعضلات بتاعته بتضعف، فيبقى عامل كده عشان عضلاته ضعيفه، اول ما تشيله من تحت الوطه هيترفع هيتفرد. فدي حاجه اسمها كوريكتابل، يعني مشكلته عضلات، ولما ياخد العلاج هيبقى كويس.
انما ده خلاص لو وصل للمرحله دي خلاص الله منطقي ماشي. المهم الفقرات دي بتتلعب في بعضها كده وتعمل دي حاجه اسمها كوش مره. طب كون التهمت في بعضها كده لما نيجي نعملها اكس راي هنلاقي نفس الشكل ده ايه، والشكل ده ليه اسم مميز اسمه بامبو سبايك. بامبو عامل زي عود البامبو، عارفين البامبو زي القصب، هم قالوا لكم كده في الكليه زي القصب ايه بتاع الباندا، ما اعرفش الباندا بصراحه. صح. المهم هي حاجه موجوده اكتر في الرمشه الرئاسيه بصراحه، وهي شبه القصب وبيبقى لونها اكتر، عشان كده حتى كان في جاكيت كان اسمه البامبو، كان ليه علاج كده بوزه 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 وهو قاعد ده محور. بعدين عند واحد كده واحد رئيس كده يعني عنده راجل كبير في المنطقه يعني عنده عماره كده وتحت فيه زي مضيافه كده او معرفش بيسموها ايه، حته كده الناس الكبار بيقعدوا يجتمعوا فيها وكده، وواحد قاعد شغلته موظف ان هو يمسك البتاع ده، والبتاع شوفوا الجواروخ مش ثابت يعني لازم تتمسك، لو سابها تقع يعني حاجه غريبه جدا، وهو مسؤول ان هو يظبط النار والحرق وبتاع وايه ماسك بتاع دي، وهو كانه برجع يعني يعمل كده تلف زي الافلام والبتاع طويله جدا ماشي. بس انا كنت لسه صغير ما جربتهاش او ما جربتهاش في ساعتها فايه يوم او ما جربتش خالص. المهم ايه بقى بعمل كده ويبتدي تلف تروح لواحد، والشخص ده مهما كان بطل يعني بياخد نفس بس يقعد يكح بقى حاسس ان هي حاجه تقيله جدا، فالورد تلف من واحد لواحد لواحد لواحد، وطبعا يعني انفكشن جميل لو حد عنده انفكشن، بس البتاع من عظمتها اعتقد ان الانفكشن يتكسر يقف بتاع والله بجد والله ده جت من هنا لحد الدكتوره مثلا طويل، وواحد يقول له لا يا عم يقعد يلف. مره برضه في نفس المضيفه دي يلا بلاش بقى احكي لكم المره دي، بس انا ما بحبش والله السريه دي محافظة فعلا جميلة ومتنوعة يعني فيها كأن شوية يعني فيها ناس كأنهم بدو وفيها ناس كأنهم فلاحين وفيهم ناس مثقفين وفيهم كل يعني حطيها في الشعب يعني كبيرة. احنا مثلا انا من طنطا مثلا معظم مش اهل طنطا او ارياف طنطا ارياف، ما عندناش بقى الجو الصحراوي وجو الجمال والحاجات اللي عندهم كده والحاجات اللي بيلبسوا والصالحية وفاروس فاروس ولا فاروس بس انا بقى قلت حاجه منهم فواحده قالت لي ما اسمهاش كده اسمها كذا اسمها كذا، فاقوس مش فاقوس صح؟ نعم فاقوس ايوه اصل انا ساعه زمان كنت بقولها فاقوس. المهم ده دكاتره الاكس ريز هيظهر بامبوس وان نيو بون فورميشن. طيب هنا كده هنلاقي فيه الليجامنت ايه؟ فايبروز او كالسيفاي فيظهر في الاكس ري، وهنا في سباين، السباين بتظهر في سول تيرز ماشي. لما يبقى في فايبروزس كده او كالسيفيكيشن في الليجامنت والتيرز دي نازله في النص بالظبط، هتبدو التيرز دي وكانهم ماسكين في بعض. انتوا عارفين لو رسمنا التيرز دي لوحدها نرسمها كده بتير ايه التيرز دي؟ سباين اللي عامله كده. طب لو في فايبروزس بقى او كالسيفيكيشن في الليجامنت اللي عامله كده هنحس ان التيرز دي بقت كونتينيوس. دي ساين في الاكس راي اسمها داجر ساين، دي مش هم في النظري مش انت ما تكتبهاش في النظري بس هتعرفها في الاكس راي اسمها داجر ساين داجر دي اي جي جي الليجامنت حصل فيه كالسيفيكيشن فالتيرز باينه كانها كونتينيوس لها خط كده، وطبعا في وجود الايه السكوير شيب بالتبري والمقوس بقى. طيب ده بالنسبه اللي كان الارتيكلر، وجبنا سيره الاكس راي كمان. بالنسبه للاكس ارتيكلر بقى يحصل انسيسايتس اوعى تنسوها ده اساس الايه سيرو نيجاتيف، يحصل كمان
بروستاتايتس ماشي. وايه كمان يحصل؟ انتيريور ريفيوتس ويحصل اورتايتس. تعرف انا ممكن بيكون في اسوشيشن كونسرت كويس او كرونز ديزيز. يحصل انتيريور ريفيوتس يحصل اورتايتس وممكن فايبروزس خصوصا في الابيكال لوب. يعني الابيكال لانج فايبروز ممكن يعمل نيفروباسي او امايلويدوزس. اي جي اي نيفروباسي او امايلويدوزس ماشي. ده المرض ده زي ما هتلاقوا موجود في كتاب مرض سهل جدا. كل الحاجات اللي فيه بتبتدي بحرف الايه. المرض نفسه اسمه انكيلوزنج ولما بيجي بريفرال بيبقى اسيمتريك بيعمل انتيريور ريفيوتس او اورتايتس سيريكال لان فايبروز اي جي اي نيفروباسي او امايلويدوزس اكيلس تندونايتس. كل حاجه فيه بحرف الايه. طب لو حبينا نعمل انفستيجيشن مفيش سبيسيفيك انفستيجيشن يعني مفيش ماركر كده اعمله يقول لي ده انكيلوز. انا بعرفه كلينيكالي وبالايميجنج. ايميجنج مهم جدا ماشي. انا كده مش عايز سبيسيفيك بس هنعمل حاجات ثانيه بحثا عن روماتويد فاكتور انا والكلام ايه التغيير بتاع الايه الروماتولوجي. الايميجنج بالنسبه لي مهم جدا. بعمل على جوينت سي تي او ام ار اي كمان او اكس راي والعلم عن الاكس راي ماشي. طيب ده بالنسبه لي الانفستيجيشن. بالنسبه للتريتمنت تبع ايه؟ لا الفايندنج وكلمه في الاثنين. الاكس راي الكلمه في الكلينيكال بيكتشر من ضمن الديفورميتي او من ضمن الديسابيليتي. خطوه الديفورميتي او الديسابيليتي في الكلينيكال في الانفستيجيشن عايزه تكتبي اكزاجيتد كيفوز لوس اوف لامبر لوس من كام من قوسين كده ان اكس راي لاترال فيو. اصل انا واقف كده مش هتشوف. لو انا واقف وعامل كيفوز وعملت الاكس راي مش هتشوف حاجه. الكيفوزس واللوردوزس لازم لاترال فيو انما اللي يظهر في الانترو بوستيريو فيو السكوليوزس. دي الحاجات المفروض انتوا برضو الكلمات دي بتتضاف في الايه في اكس راي. طيب نعالجه ازاي دكاتره زي الروماتويد؟ هو فعلا بالظبط علاجه شبه الروماتويد. ليه علاج شبه الروماتويد؟ لان هو الروسيتيز برضو بس في شويه حاجات كده لازم نخلي بالنا منها. البيشنت ده دكاتره من اهم الحاجات اللي لازم يعملها ان هو يتحرك. يتحرك كل ما يتحرك اكتر كل ما يكون احسن. ليه؟ عشان يمنع البروجريشن. هو مرض انفلاماتري كل ما يتحرك الانفلاماشن يقل يقعد يتعب. السنتر اللي انا كنت شغال فيه السنه اللي فاتت في القاهره كان الاوفيس بوي بتاعه اللي بيعمل لنا شاي قهوه. انا ما اعرفش انا برضه السنتر هنا رخيص اه بس السنتر في القاهره جميل. يعني السنتر في القاهره مثلا الدكتور يجي له شاي وقهوه ومش عارف ايه. هنا لو لازم اطلب ماشي. انا في القاهره انا اللي بدخل اعمل لان انا عايش في السنتر طول اليوم فوصلت لمرحله مهمه. المهم بقت شخص بدخل انا اعمل نرجع الاوفيس بوي بقى اللي هو مسمى الاوفيس بوي بس هو عم محمد. انا راجل كبير. ايه؟ السنتر بوي السنتر بوي او سنتر مان بقى اللي هو راجل كبير. عم محمد ده انكلوزنج سبورتس هو اللي بيروح يعمل قهوه ويشيل الكراسي ويمسح السبوره ومش عارف الحاجات دي. عم محمد الايام اللي فيها شغل ده صاحبه كويس. يجي مثلا يومين خميس وجمعه ما فيهوش طلبه بتسافر وتروح وبتاع في الشغل قوي يتعب ظهره وبعضه. كل ما يتحرك اكتر كل ما يتحسن ماشي. بس هو كده كده عم محمد ده ظهره عامل كده. عم محمد ده لما بينام راسه بتبقى بعيد عن السرير نايم وراسه مرفوعه كده ومفيش حاجه تحتها لان ظهره تخيل الدكاتره ظهره ده عباره عن عظمه عامله كده عظمه كانها عظمه واحده وراسه فوقيها حاجه صعبه جدا بصراحه. عم محمد ده مره اتعور مثلا او عم محمد عمل كده اتعور في راسه عشان كان في حاجه عاليه كده مش شايفها فقام مربوط في راسه لان هو عشان يشوف فوق لازم يتني ركبته يعمل كده عشان يبص لفوق. تخيل حاجه صعبه جدا. فاحنا كدكاتره المفروض نكتشفها يبقى الواحد يبقى ظهره بيوجعه وعينه بتوجعه وعينه حمراء وبتاع وبيوجعه لازم نشوف الانكيلوزنج بالظبط خصوصا كان راجل يعني. او عم محمد كمان كان عنده كرومس يعني المفروض كان يشخص ده. يلا نديله دكاتره نون استرويد لازم نقلل الوجع ونديله الديمارس نفس العلاج بالظبط بس ننصحه ان هو يتحرك. ننصحه ان هو يتحرك دي بره في اوروبا والدول المتقدمه ما بيقولوش روح اشتغل اوفيس بوي بيقولوا له ايه العب سباحه. ليه العب سباحه؟ السباحه بيحرك فيها الاكزرجنس كلها ومش شايل وزن مش هو اللي شايل وزن الميه اللي شايلاه
فالجوينت لن تتأثر، يعني الجوينت مش هيحصل فيها ديفورم تقول هتبوظ ولا حاجه، بالعكس ده بتتحرك بس والميه هي مش هيجي. وممكن كمان بيخلوا الميه دي ممكن تكون سخنه شويه ولا حاجه بحيث ان هي ايه يعمل دريننج للكلامات ويسيز الكلامات. يعني القصه كده البيشنت عنده انكلوزن از مبارس اذا كان عنده ديفورمتي ما ينفعش يسوق من نوع السؤال لابن النوع السؤال عشان يبقى ثابت. اولا مش عارف يبص فيكو بيسوق او كده، عارف ان هو ساعات ممكن يحتاج يبص في المرايه يعمل كده او يعمل كده يبص في المرايه اللي فوق. اذا كنتوا بتعملوا كده يعني ماشي، ده انا ببقى قاعد اعمل كده هو بس وبعيدا. انما في ناس ممكن بتلف براسها. ممكن لو فرق الفرمله مفاجئه ضهره يتقطر، لان احنا اول ما بنفرمل مع مين ازاي عاملين كده صح؟ عشان ضهره بتمايل كده واحنا سايقين، واحنا في الميكروباص او احنا في عربيه نقعد نتمايل، هو ما بيتمايلش بقى، هو يتقطر. ولو اتقطم ده في سباينال كورد، السباينال كورد هيتقطع. وبمناسبه السباينال كورد اللي بتابع ده الخميس اللي فات الجمعه اللي فاتت الماتشيه اللي انا قعدت فيها دي، كان واحد طالع يجيب مانجا من على الشجره، واحد عنده حاجه 30 سنه بيتسلق شجره عشان يجيب من عندها عشان يجيب مانجايه، وقع على ظهره جاله فراكشر في تي 4 عملته بره الجيش، فطلع يجيب مانجايه. جاي بقى الاكس ري شفنا عملنا له سي تي، السي تي بقى بتجيب فيوز كتير بس كنا بنلتر فيو بقى، فقره عامله كده وبعد كده فقره عامله كده. مش عارفين الفقره دي بس ما كنت المفروض ماشي كده يعني ده خلاص كلها موان قطع. اول ما دخل هو دخل جايب حاجه اسعاف، انا بسالت ساعتها في الاستقبال فقال لي دكتور الحقني مش عارف ايه فبيقول لي ده وقع، فانا فكرت وقع وراسه متعور، قلت يمكن راسه مقطوع. قال لي انا عايز مسكن باي طريقه. ساعتها الممرضه كانت تعبانه شويه، كانت فانا ايه انا اللي اديت له المسكن. الممرضه كان عندها هايبر امسس بس حامل وبترجع كتير، فانا ايه قلت لها انا اديله مسكن بقى عشان يعني اديله اي حاجه تحس ان انت هديه شويه. جيت اديله المسكن، اديت له المسكن وهو نايم من غير ما احركه. بعد شويه بقول له يا دكتور اديني الحركه، قلت له انا اديتها له، انا ما حسيتش بحاجه، ما كانش حاسس ان مش حاسس بيه خالص. طب حرك رجلك ما بتتحركش عشان كان طالع يجيب مانجاي. بس مع هذا اكيد كل واحد بيبص يا دكتوره هو الموضوع بيبقى نصيب، والله هو نصيب مكتوب له كده. انت بتطلع تجيب مانجاي ولا ايه؟ هو بيبص لك يعني ولا بتشجع الاسماعيلي؟ البيشنت ده دكاتره زي ما قلت لك انا بطل. بس انا يعني ايه احيانا كان عندي استشاره في الاستقبال كده. مش كنت لسه بقول لكم الممرضه كانت تعبانه، الممرضه كانت بترجع كتير، فما فيش نايب نساء يعني في ساعتها لما كانت يعني النساء اللي عشان حد يتحجز نساء لازم الاستشاري اللي يحجزه. فهم قالوا لي خلاص ايه انت يعني واحده بترجع وحامل، فانت كدكتور بطنه تكتب لها عرض نساء او انت شايف ان هي محتاجه حجز نساء ممكن الاستشاري بتاع النساء يحجزها. فنزلت انا قلت لها لا انت مش محتاجه حجز او حاجه، انت خدي المحاليه دي والمحاليه دي والمحاليه دي والعلاج ده والعلاج ده والعلاج ده وخلاص. ففي الوقت بقى اللي هي كانت بتركب فيه الكاميرا الراجل ده دخل، فانا كنت ساعتها موجود في الاستقبال. بس الراجل ده الحاجه الحلوه في الراجل ده ان هو قال ايه الحمد لله الحمد لله، هو يعني خلاص عرف بقى يعني نفسه ان المستوى ما بيتحركش ولا حاسس بيه، عرف اللي فيه قال الحمد لله. مصيره ايه؟ في بقى ناس قالت بتاع الاسعاف بقى، قلت له ايه مصيره؟ ايه مصيره؟ بره بليش انا ما نعرف في نيرو في نيرو هفضل اقول للراجل بتاع الحكايه اقول له الراجل ده حصل له حاجه اسمها تروماتيك في المكان الفلاني هتاثر الليفل ده للليفل ده وبتاع. دكتور بتاع الاسعاف قال له كان لازم تطلع تجيب مانجا، يعني في ناس تبقى ايه قليله الذوق بقى. ممكن اصلا يكون ده شغل مش طالع يجيب مانجا واحده يعني او نفسه فيها او نفسه فيها او ده اللي فقد اعصابه عشان مانجا. والله انا ساعتها وانا زعلان من مانجا قوي بصراحه، يعني مش كل ما اجي افكر في المانجا افتكر الراجل. انا كده مش من محبي المانجا بصراحه، انا محبي الموز. المهم يا دكاتره ده بالنسبه لايه؟ التريتمنت اهم حاجه في التريتمنت، اهم حاجه في التريتمنت هو البتاع ده في غاز الضحك او غاز اللي احنا سايبين ده. اهم حاجه في التريتمنت ان هو يتحرك كتير، لو بيسوق مسحه في البلد المحترم يسحبوا منه حمايه ليهم. ماشي يا دكاتره. مش خلاص الاول عندي مش هيكون حصل، انا اخويا
متشخص بس بالإديمة في السكر وهي جوه، وكان شوية أعراض. أنكيلوزي صح؟ وكان شوية أعراض كده. أيوه ولا حاجة ولا حاجة. ما ده أنا لسه بقول، أنا أول وأنا بشرح البتاع ده زمان، المرض ده زمان جه شاب كده قال لي أنا أنكيلوزي، كان شاب عادي خالص، شاب واقف. أنا بقول لكم الموضوع لو اتشخص بدري ولا حاجة، بس المشكلة في مصر أنت هتلاقي الدكتور يشخص غلط. هما أصلا في كان في اعتراض ما بين باب القسم الخاصة والدكتور اللي هو متابع مع باب القسم الخاصة ده من كلية عندنا، هما قالوا بريفرال أرثرايتس ومش عارف إيه، مش عارفين يقرأوا الإم آر آي أصلا، والدكتور التاني لا هو مكلها بالإيديم في الأول وبعدين لازم نلحق. يعني الراجل اكتشف من الساكرو إلياتس. اه. ده راجل محترم. هو أزهري اسمه دكتور ياسر عبد هما بقى محررين، يقولوا انت مش لاقي الازهري ورايح له، هما مش عارفين اصلا مش لاقي الازهري وتروح والله قالوا كده. انا في نفس الشارع دكتور اسمه كذا وما رحتوش ليه ورايح له، هو ايه اتفرى يعني الازهري مش عارف. بالعكس ده ناس يعني حافظه كتاب الداوي الحمد لله اللي هو اكتشفه وانت مش عارفين. على فكره عايز اقول لك على حاجه ثانيه، ان الروماتولوجي في الازهر احنا كل جامعه بيبقى فيها اقسام حلوه فيه، احنا عندنا الروماتولوجي ده قسم عالي جدا، يعني قسم فيه دكاتره كبار، عندنا جراحه الاطفال فيها دكاتره كبار، عندنا الطب النفسي احسن اسم طب نفسي في مصر بتاع الازهر بقى. ايه البنات بقى متميزين في ايه؟ عندنا البنات مستوى، انت متوقعه ولا انت عارفه المعلومه؟ لا مش متميزين في كده، متميزين في النساء ومتميزين في ايه؟ في الاطفال. عندنا قسم الاطفال بتاع البنات قوي جدا بس مالجنت ومقرف بصراحه. المهم ناخد الرايتر، مش هقول عنه كلمه. الرايتر ده واحد كان عنده انفكشن، بعد الانفكشن ده عمل له انتي بودز، عمل له رياكتيف ارثرايتس ببساطه شديده. يحصل له ايه بقى؟ يحصل له ثلاث حاجات اساسيه بس بيحصل له حاجات ثانيه. ثلاث حاجات الاساسيين يحصل له ارثرايتس ماشي، وهو بيكون للاسف في الرجاله اكتر بكتير، ده طبعا بيجي في الرجاله بس تقريبا غير انه يجي في الستات. بيحصل ارثرايتس وبيحصل كونجنكتيفايتس ويوريسترايتس ماشي. اليوريسترايتس دي معاها سيستايتس ومعاها بارامايتس، يعني المنطقه كلها بتبقى فيها، ويحصل له كونجنكتيفايتس. هل ممكن يحصل له حاجات ثانيه؟ يحصل له انسيسايتس، مش ده سيرو نيجاتيف، ممكن يحصل له انسيسايتس، ممكن يحصل له ايبيكال لانج فايبروز، ممكن يحصل له امايلويدوز، نفس الحاجات اللي كانت بتحصل مع ايه؟ مع الانكلوزنج كونجنكتيفايتس. طب يجي بريفرال جوينت ولا سنترال جوينت؟ ممكن يجي كده وممكن يجي كده، ممكن يجي سنترال ممكن يجي ماشي، بس البروجنوزز بتاعه يكون احسن لو جه بريفرال، لو جه سنترال بيكون حاجه مش كده، بيعمل ممكن يعمل ديفورم كده. بس احنا كده خلصنا ايه؟ الرايتر اهو. الرايتر ده شبيه قوي بايه؟ شبيه قوي مرض اسمه بيست، شبيه قوي مرض اسمه بيست. بيست في الكتاب عندكم هتلاقوه مكتوب مع السيرو نيجاتيف ارثروس، ودي التقسيمه القديمه. دلوقتي البيست يعتبر فاسكولايتس وليس سيرو نيجاتيف ارثروس، المرض تبع الفاسكولايتس. البيست شبه الرايتر في ايه؟ ان البيست في جينيتال ارثر، ففي جينيتال افكشن وفي ارثرايتس، ممكن يحصل معاه ارثرايتس وفي جينيتال افكشن. الرايتر في بارانايتس، فتلاقي جاي لك الكيس كده ان البيست بيشتكي بحاجه في المنطقه دي، بس الرايتر ده سيرو نيجاتيف ارثروس معاه كونجكتيفايتس ومش معاه ألسر، معاه انفلاميشن مش ألسر. انما لو بيشنت عنده بيت في الألسر ده تمشي اكتر مع حاجه اسمها بيست، وده اللي بنتكلم عنه مع الفاسكولايتس. بالنسبه لمرض كمان اسمه ويبل سندروم او ويبل ديزيز. الويبل ده كده كنا جبنا سيرته قبل كده، كان بيبقى انفكشن ببكتيريا اسمها تريبونيما ويبلاي، وكان بيعمل بيحصل فاجوسايتوزس للبكتيريا دي او الانفكشن ده، والماكروفاج بتعمل الليمفاتيك اوبستراكشن. الليمفاتيك اوبستراكشن دي لما تحصل في الانتستين تعمل الابزوربشن. طب هل الليمفاتيك ليها دور في الابزوربشن؟ خصوصا امتصاص الدهون ليها دور في امتصاص الدهون. فلو البيشنت عنده الليمفاتيك اوبستراكشن هيحصل عنده ستاتوري، والستاتوري تعتبر من الابزوربشن. طيب غير ان البيشنت بيحصل مشكله دي بس، بيحصل عنده ريليز لانفلاماتوري سيتس تاثر على الجسم كله. تاثر على الجسم كله دي بتاثر على الكرينيال نيرفز او تاثر على السي ان اس، ممكن تاثر كمان على الجوينتس. فتلاقي البيشنت عنده ارثرايتس ومال ابزوربشن ونيورولوجيكال مانيفستيشن. ارثرايتس ومال ابزوربشن ونيورولوجيكال مانيفستيشن، في حاجه اسمها ويبل ديزيز او ويبل سندروم. لو احنا حابين نتكلم عنه هنتكلم عن كل واحد كل عنوان من كل شويه. ارثرايتس عنده الديسكربشن بتاع الارثرايتس، مال ابزوربشن المواصلات بتاعت الاستياتوريا والكونفيشنز بتاعتها،
وان يورج كان ماجستيشن موف وان عنده خير يعني يرفع فيكشر بس خلاص. سورايتك ارثرايتس، سورايتك ارثرايتس بيشنت بيكون عنده مرض اسمه سورايسس او الصدفيه، ان ده مرض جلدي بيكون الجلد فيه سكيلي ورف وبتاع، بيكون فيه قشور كده بيبقى عامل زي الصدى بتاع السمك. بعض الناس بتوع الحالات الصدفيه بيحصل معاهم ارثرايتس، والارثرايتس ده ممكن برضه يحصل في اي جلد بس اكتر بيبقى بريفرال مع السورايتك. ممكن العلاج بتاعه يكون نفس العلاج اللي احنا كنا بنتكلم عليه، بس لا يفضل ان احنا نستخدم الانتي مالاريا دراج عشان بيعمل اكسسيرفيشن ومش عايزين اكتر. فاحنا هيعتبر كلمة عن السيرو نيجاتيف ارثرايت بس. هتلاقوا معاهم كلام كمان في الكتاب البيسك، بس البيسك مش سيرو نيجاتيف. احنا بقينا دلوقتي حديثا بقينا بنحطه طبعا الفاسكولاريتس ماشي، هو نون سبيسيفيك فاسكولايتس او نون كاتيجورايز. المفروض الفاسكولايتس هنقول ان هي فيها سمول فيزلز وميديم سايز ولارج وبتاع، ده بيأثر على اي حاجه، فمش عشان كده مش بنعتبره ارثرايتس. هو ايه الوقت ده وقت ايه؟ انت مدار الهيدروكلوروكين لازم منفصل وانت بتعمل ايه؟ وسجلت ايه؟ بس انا لقيت وقت قصير سجل معنا كده. لا انا كل موضوع الواحد احنا بقالنا 3 ساعات الا 10. طب والله عدوا كانهم 3 ساعات الا 10 والواحد جسمه تاني. طب ما بقى يعني بقى ايه؟ احنا خلاص اهو خلصنا. Thank you.